طيب، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم الخميس 26 أغسطس 2021. يسعدنا ويشرفنا إنه يكون عندنا يعني ويبينار مع نخبة من الأساتذة والبروفات والأستاذات والبروفات الرائعين. و والويبينار ده يا اخواني بيجي يعني احتفاء ب يعني مجهود بذل وجائزه مستحقه يعني اخذوها الناس، ونحن هنا نحتفي بهم ودارين نعرف عنها اكثر. جاء في الاخبار يوم 23 يوليو 2021 انه جامعه الجزيره او كليه الطب جامعه الجزيره اختيرت ضمن 10 كليات في العالم على مستوى العالم انهم يكونوا يعني يقدموا التجربه بتاعتهم في المسؤوليه الاجتماعيه السوشيال اكاونتابيلتي. فاحنا ان شاء الله في الجلسه دي بمعيه البروفات والاساتذه الكرام والكريمات دارين نعرف ما هي المسؤوليه الاجتماعيه، شنو الكرايتيريا نفسها بتاعت سوشيال اكاونتابيلتي، ودور جامعه الجزيره كليه الطب تحديدا في الموضوع، الاساتذه، المنهج، البحث العلمي، الشراكات واصحاب المصلحه والاثر الاجتماعي. والكلام ده على اساس انه يكون يعني تجربه تحتذى بها لبقيه كليات الطب في الجامعات السودانيه، لانه ده فخر لنا جميعا. ان شاء الله الويبينار حيكون مستضاف من قبل دكتور محمد حسن محمد طه، وهو استاذ بكليه الطب جامعه الجزيره، وهو والزميل والصديق محمد الحسن عبدالله قدموا عدد من الويبينارات سابقا في مجال التعليم الطبي والتعليم الالكتروني من مجموعة الباحثين السودانيين، وهم اثنين من رواد التعليم الطبي في السودان قاطبه يعني. فدكتور محمد حسن محمد طه حيكون هو المضيف ان شاء الله في الفتره الجايه. هنتابع الاسئله بتاعتكم عبر الفيسبوك، كذلك في زوم هنا ده. رجاء لو في اي سؤال الناس تستخدم خاصيه رفع اليد في البارتيسيبنتس ريز هاند، كذلك ممكن اي زول يطرح السؤال بتاعه ولا بتاعه في الفيسبوك في مجموعه الباحثين السودانيين، ونحن هناخد الحاجات من هناك. بالنسبه للناس اللي ما عندهم فكره ما هي مجموعه الباحثين السودانيين، هي اقدم واكبر مجموعه يعني بحثيه وتعليميه، منصه مفتوحه للجميع، اتاسس سنه 2009، والهدف بتاعها الرئيسي هو وضع فهرس للباحثين السودانيين في جميع انحاء العالم وربطهم، وكذلك تعزيز الصفات الأساسية للباحثين السودانيين وتشجيع الناس على الانخراط في البحث والتطوير وتبادل المعرفة ومشاركة الأوراق البحث العلمي. عندنا مجلة علمية يعني محكمة موجودة، المجموعة مسجلة كشركة غير ربحية في السودان وكذلك في نيوزيلندا. عندنا 35 برنامج مستمر بالتوازي، والمجالات الطبية والصحية عندها مجموعة خاصة بها، والمجلة العلمية والويبينارات، وعندنا تقرير حالة البحث العلمي في السودان بيصدر إن شاء الله نهاية السنة. وإحنا سعيدين بكم جدا وفخورين بإنجازات الزملاء والزميلات في كلية الطب جامعة الجزيرة. فدكتور محمد حسن تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نحن سعيدين جدا يعني نكون اليوم في معية أساتذتنا الأجلاء من جامعة الجزيرة في هذا الويبينار، ويمكن الهدف الأساسي من الويبينار إنه نستعرض تجربة جامعة الجزيرة في المسؤولية الاجتماعية، ونعرف الناس بالجهود اللي بذلتها الجامعة طيلة السنوات السابقة في اتجاه إنه تكون الكلية من الكليات المميزة عالميا في المسؤولية الاجتماعية. أنا حبدأ to share the screen from my side. وحيبدا إن شاء الله الدكتور وائل نوري عميد كلية الطب جامعة الجزيرة. هل الشاشة ظاهرة السكرين؟ نعم واضح. تمام دكتور وائل نوري. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله. والله الواحد أول حاجة سعيد جدا يقوم الليلة في ضيافة مجموعة الباحثين السودانيين، ويعني سعيد جدا في معية أساتذتنا بكلية الطب جامعة الجزيرة، ونرحب بكافة المشاركين في هذا الويبينار، وهو يعني اللي هم من خلاله دارين نعكس بصورة كبيرة التجربة الرائده بتاعت كليه الطب جامعه الجزيره في المسؤوليه الاجتماعيه، وان شاء الله يكون يعني الويبينار مفيد، ومن خلاله يعني نقدر نقدم ماده مفيده، ونقدر برضو يعني الكليات الصحيه والطبيه في السودان برضو تستفيد من هذا الويبينار ان شاء الله، وان شاء الله مع بعض ان شاء الله في المستقبل برضو يعني نسعى لتطوير المسؤولية الاجتماعية في المستوى القومي والإقليمي بإذن الله تعالى. فشاكر جدا حسن طه وأنور، نحن طبعا الهدف من الويبينار هنا نكست محمد دي الأوبجيكتيفز أو التوبكس تو بي كفرد، المحاور الأساسية اللي هي السوشيال أكاونتبيليتي ذا كونسبت أند موفمنت، ودي هيتكلم فيها اخونا محمد الحسن عبدالله، وهو يعني سينيور ليكشرر في ليمريك في ايرلند، وهو طبعا كان مدير نائب مدير مركز وزير التعليم الطبي في كليه الطب يعني الجزيره سابقا، وبرضه هناخد اوفر فيو عن الفاكولتي اوف ميديسين يونيفرستي في الجزيره، النشاه بتاعتها والسمات العامه والرساله والرؤيه حقتها هيقدمها شخصي، وبرضه هناخد النموذج بتاع كليه الطب جامعه الجزيره اللي هي ذا كيس اوف سوشيال اكاونتبيليتي من فاكولتي اوف ميديسين يونيفرستي اوف الجزيره، هيقدمها لنا اساتذتنا بروف محمد السنوسي وبروفيسور سلوى حسين السنوسي. بعد كده بنمشي للريفليكشن اون ذا اي سات اللي هي دي، كان زي ما قال اخونا انور في مجموعه الباحثين، دي كانت نقطه الانطلاقه للكلام الاخذ يعني بعد اعلامي قوي جدا في الفتره اللي فاتت عن المسؤوليه الاجتماعيه ودور جامعه الجزيره ودور الكليات الصحيه عموما في السودان فيها، ودي ان شاء الله بيقدمها الاخوان ياسين، دكتور ياسين كمال، هو خريج واحد احد خريجين الكليه، خريج حديث الحقيقه، وبرضه شخص ضعيف، وذاك هنتكلم عن ذا واي فورورد اللي هيقدمها لنا ان شاء الله دكتور جمال مصطفى اللي هو مدير مركز التطوير التعليم الطبي، وكذلك الاخ الدكتور فدوى هاشم برضه من مركز التطوير التعليم الطبي بكليه الطب جامعه الجزيره. فدي دي المحاور الرئيسيه اللي هنتطرق لها ان شاء الله من خلال حديثنا في الويبينار، نتمنى ان يكون خفيفين الظل عليكم وتكون مفيده. محمد تواصل محمد حسن ولا؟ ايوه. طيب بنبدا بالسوشيال اكونتبيليتي ذا كونسبت اند موفمنت، والمتحدث فيها دكتور محمد الحسن عبد الله. السلام عليكم جميعا، شكرا جزيلا وائل نوري، وشكرا جزيلا لمجموعه الباحثين السودانيين، و سعيد الواحد يكون اليوم معاكم. و دكتور محمد حسن، بس لو وقفت الترانسكريبشن ده شغال تحت ده لانه هو بيعمل اوتو ترانسليت، ممكن انا اعمل لك شير من عندي هنا ده، او شير فروم يور سايد ما في مشكله. تمام، اي على اساس انه بس شايف انا ما اقدر تجيب يعني. تمام اوكي خلاص، اي ويل ستوب شير اند يو كان شير فروم يور سايد. واصل دكتور احمد الحسن. طيب والواحد سعيد انه يكون يتحدث اليوم عن المحاسبيه الاجتماعيه وفي كليه الطب، وكمان يشارك في عرض تجربه جامعه الجزيره اللي هي امنا، يعني نحن مهما كنا في ليمريك ولا كنا في اي مكان في النهايه نحن اولاد جامعه الجزيره. فإذا تكلمنا عن المفهوم والتطور بتاع المحاسبية الاجتماعية لكليات الطب في العالم، هو كونسيبت أو مفهوم قديم شوية، وتطور
في معناه في الأشياء بتاعته عشان يعكس إنه مقدرة كليات الطب وإنها تتماشى مع احتياجات المجتمع ومع احتياجات الهيلث سيستم النظام الصحي في البلد الناشونالي وجلوبالي. وده كان بدا من بدري جدا، بدا لما كانت الناس بدات تتكلم عن نظام الرعايه الصحيه الاوليه وانه المناهج بتاعت كليات الطب لازم تتماشى مع الرعايه الصحيه الاوليه، وطلع بعد ذاك مفهوم بتاع التعليم المبني على المجتمع والتعليم المتوجه للمجتمع، لحد ما وصلنا في سنه 95 هيئه الصحه العالميه طلعت تعريف للمحاسبيه الاجتماعيه لكليات الطب بانها هي التزام كليات الطب بانها توجه مناهجها وتوجه بحوثها وتوجه الخدمات اللي بتقدمها الصحيه ل الهيلث نيدز او احتياجات المجتمع واولويات الصحه في للمجتمعات. ده لما نتكلم عن اولويات الصحه في المجتمعات بنتكلم عن الاولويات المحليه، بنتكلم عن الاولويات الاقليميه وعن الاولويات العالميه، لانه خريجين الطب وكليات الطب الثراء لا يتعدى المكان اللي هي موجوده فيه الى حتى العالميه، وده حيكون واضح بعد شويه لما يتكلموا اساتذتنا دكتور السنوسي وبروف سلوى على اثر كليات الطب كليات الطب على الجزيره. نيكست. التطور بتاع مفهوم المحاسبه الاجتماعيه من 95 لما بدا في كمفهوم واعلنته منظمه الصحه العالميه بدا يتطور والناس بدات تاخذه وبدات تشتغل عليه وفي انه كيف تنزل عرض الواقع. وفي 2010 كان في عمل حاجه اسمها الجلوبال كونسنسس on social accountability اللي هو اتفاق الدول واتفاق المنظمات وكليات الطب انه كيف نحن نقدر ننزل مفهوم المحاسبيه المجتمعيه لارض الواقع بانه نظموا او عملوا 10 اتجاهات استراتيجيه لازم كليات الطب تتبعها. ده بعد ذاك ادى لانه عالميا بدات الناس تتكلم عن انه لازم كليات الطب اعتماد كليات الطب يدخل فيه مفهوم المحاسبيه الاجتماعيه. والاتحاد العالمي لكليات الطب والتعليم الطبي اخذ المفهوم ودخله في الستاندرد بتاعت الاعتماد. برضه بعض المنظمات تشتغل على كيف تبروموت المفهوم بتاع الكونسبت بتاع السوشيال اكونتابيلتي، منها ذا نت اللي هي كليه الطب على الجزيره جزء منها، ومنها ذا نتورك فور سيورتي فور هيلث اللي هي الان هي عملت الشغل بتاع الايسات برضه حيتكلم عنه كليه الطب على الجزيره ومشاركته فيها، وده كله عشان تبروموت الاثر بتاع كليات الطب على المجتمعات. يعني انه الكليه في وجودها مش انه والله بس تخرج دكتور، لكن تخرج دكتور هو قادر على انه يشتغل في المجتمع، قادر على انه يحدث تشينج ويحدث تغيير في النظام الصحي، وانه يكون عندها بحوث ويكون عندها خدمات صحيه متماشيه مع صحه المجتمع. في الريجن بتاعنا هنا اللي هو حوض وشرق البحر الابيض المتوسط في عدد من المبادرات تمت في بروموشن اوف سوشيال اكاونتابيلتي. Association of Medical Education in Embro Region اللي هي اتحاد كليات الطب في الامبرو ريجن او في الاقليم عمل مجموعه عمل في السوشيال اكاونتابيلتي وبدات تعمل في بحوث على السوشيال اكاونتابيلتي وبدات تعمل في publication of standards انه والله يكون في standards للسوشيال اكاونتابيلتي في الريجن عشان الناس تشتغل عليها. ده بالتاكيد انعكس على بلدنا السودان، وبرضه كان في موفمنت كبيره جدا جدا قادتها كليه الطب على الجزيره مع ذا نتورك فور سنتر اوف هيلث مع ذا نت مع الاسوسيشن اوف ميديكال اديوكيشن امبري ريجن. وكان في بريك ثرو حصل في 2018 هو الاتحاد
السوداني للسوشيال اكاونتابيليتي، وده ضم كل كليات الطب في السودان والمجلس الطبي. اكبر تطور في السوشيال اكاونتابيليتي في السودان انه المجلس الطبي ادخل المفهوم بتاع السوشيال اكاونتابيليتي من ضمن مفاهيم اعتماد كليات الطب في السودان، وده حيؤدي لانه فعلا الناس تقدر الكليات لازم تلتزم بالمفهوم على اساس انه تقدر تخدم المجتمع بصوره كبيره جدا جدا. فدي ملخص للموفمنتس الشغاله انترناشونالي وريجونالي وفي السودان. واذا نظرنا للببليكيشنز او المنشورات الان طالعه من كليات الطب، جزء كبير منها مرتبط بالمحاسبيه المجتمعيه باوجهها المختلفه، لانه ده الدور بتاعنا بتاع الاطباء وبتاع كليات الطب في انها هي تخدم المجتمع. عشان تخدم المجتمع لازم يكون في اطار مفاهيمي بيربط الافعال دي كلها، وده الاطار المفاهيمي اللي احنا شغالين فيه الان هو المحاسبيه المجتمعيه. نكست. كليه طب الجزيره كان عندها دور كبير جدا حتى في بناء المفهوم ككل، لانه هي من اوائل الكليات اللي تبنت التعليم المبني للمجتمع اللي هو بيعتبر الاساس للمحاسبيه المجتمعيه. في 2010 لما اتعمل الجلوبال كونسنسس فور سوشيال اكاونتابيليتي كان فيه مجموعه كبيره من الناس من كل العالم، 130 منظمه وخبراء اجتمعوا في جنوب افريقيا على اساس انه يحددوا الاستراتيجيات بتاعت المحاسبه المجتمعيه، وكان فيهم ثلاثه من السودان بيمثلوا الى حد كبير جامعه الجزيره او كليه جامعه الجزيره بحكم خبرتهم. كان في بروفيسور بشير حمد اللي هو اساسا المؤسس لكليه جامعه الجزيره، واستاذنا بروفيسور محمد السنوسي كان موجود، والشخص الضعيف برضه كنت موجود هناك. فمن ضمن ال 130 او ال 135 شخص الموجودين كان في ثلاثه موجودين من السودان، والثلاثه هم كان عندهم ارتباط وثيق جدا بجامعه الجزيره. وده بيخلينا نشوف الدور الكبير لكليه طب الجزيره في البروموشن اوف الكونسبت ما في السودان بس، وانما حتى انترناشونالي. ده ان نوتشيل يعني ملخص عن المفهوم ومعناه والتطور بتاعه خلال السنين لحد ما وصلنا ل 2021 اللي احنا موجودين فيها الان، ودور كلية طب الجزيرة في تطور المفهوم. شكرا جزيلا. وائل ميوت انت. ايوه عفوا، شكرا جزيلا محمد الحسن على الاستعراض الجميل يعني للمفهوم وللمسؤوليه الاجتماعيه. طيب نجي في الجزئيه الثانيه اللي هي هنتكلم فيها عن كليه الطب جامعه الجزيره، وهنستعرض فيها اهم الملامح يعني العامه والهامه والنقاط الفارغه في كليه الطب جامعه الجزيره. نكست محمد. طيب يعني يمكن كليه الطب جامعه الجزيره منذ نشاتها يعني او نشأة جامعة الجزيرة ككل، هي اصلا الفلسفة اللي قامت عليها جامعة الجزيرة هي خدمة المجتمع. فدي اصلا كانت الحاجة لازم تذكر وبنفتخر بها جدا، انه اساسا النشأة بتاعت جامعة الجزيرة قام بالفلسفة بتاعت انه هذه الجامعة تخدم المجتمع. ويمكن من الحياة برضه احنا بنفتخر بها جدا انه كلية الطب جامعة الجزيرة لما بدأت في النشأة حقتها يعني اتحرك نفر كريم جدا من عدد من الكوادر الصحيه، وعلى راسهم عدد من الاخصائيين في وزاره الصحه بود مدني في الجزيره، كذلك عدد من قاده المجتمع في بود مدني والجزيره، وعدد من منظمات المجتمع المدني والاتحادات، يمكن على راسهم اتحاد مزارعين الجزيره. ولغايه ما الحمله يعني اول التحرك ده من ولايه بقى قومي، وانتهى خلاصته مش بس بكليه الطب جامعة الجزيرة. طبعا الوقت ده كانت المشروع اسمه كلية الطب ناصر، لكن انتهى بانه توج الجهود الكبيرة جدا اللي قام بها يعني نقول المجتمع يعني حقيقة، بان تتوج بانه يجي القرار التاريخي
الرئاسي بإنشاء جامعة الجزيرة في الرابع من نوفمبر 1975. ويعني دي من الحاجات اللي احنا يعني بنفتخر بها جدا، انه يعني حتى انشاء كليه الطب في جامعه الجزيره هي كان للمجتمع دور كبير جدا في انه تقوم هذه الكليه. فنحن طول الوقت بنشعر انه برضو عندنا يعني دين كبير جدا على المجتمع لازم نوفيه يعني باستمرار. نيكست محمد. زي ما قلنا الكليه الفلسفه قامت عليها هي فلسفه الجامعه ككل في يعني تنمية المجتمع ويعني تطويره ومقابلة يعني احتياجاته. ويعني يمكن الرسالة بتاعت الكلية ما دارين نقل الكلام كله، لكن فيها جزئيات واضحة جدا انها بتتكلم عن البروموشن اوف ذا كوميونتي ثرو هاي كواليتي اند كوست افكتيف ايديوكيشن هيلث سيرفيس اند ريليفنت ريسيرش. يعني احنا كل البروموشن للكوميونتي بكل الأنشطة بتاعت الكليات اللي هي التعليميه او الخدميه او البحث العلمي ذات ساتسفاي ذا ايكويتي اند ريسبونسيف تشينج اوف ذا كوميونتي نيدز. زي ما عارفين طبعا حاجه المجتمع كل مره بتتغير، وطبعا لذلك برضو لازم المنهج بتاع الكليه برضو يخاطب هذه التغيرات ويعمل على حلها ويعمل على تطوير ورفاه المجتمع. وده الحاجه اللي فعليا قاعد تحدث في الكليه. يمكن من الحياة المهمة عندنا في الكلية إن كل ما نعمل مراجعة للمنهج حقنا اللي هو بيتم حوالي كل 5 سنوات، إحنا عملنا 5 مراجعات للمنهج so far. ففي كل مراجعة من مراجعة المنهج دي إحنا بنرجع تاني بنشوف شنو القضايا الأساسية اللي عندنا علاقة بالصحة والقضايا الصحية، شنو الكوميونتي كونسيرن والهيلث سيستم كونسيرن، ونعمل على إنه يعني كل هذه التغييرات والتطورات في المجتمع يعني تلقى نصيبه في المنهج. الرؤيه بتاعت الكليه برضو بشكل واضح بتشير للسوشيال اكاونتبل جرادويتس والبروموشن بتاع الهيلث سيرفيس وللسوسايتي والاكتيف بارتيسيبيشن في الديفلوبمنت اوف ذا سوسايتي. نيكست محمد. فيعني الكليه بشكل واضح جدا من خلال الرؤيه حقتها ومن خلال الرساله حقتها تتطلع دائما الى خدمه المجتمع وتلمس قضايا والعمل على حل هذه القضايا. ويمكن دي يعني الحاجه اللي قامت عليها الكليه زي ما قلنا يعني بوقت كبير. يعني اذا كان قلنا زي ما قال محمد الحسن يعني البدايه الموثقه الفعليه للمفهوم بتاع المسؤوليه الاجتماعيه اذا كان في العام 1995، نحن قبل الحكايه دي من 95 من الاول بدينا يعني تأدب منهج بيعتمد فيه اعتماد كبير جدا على 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 التوجه نحو المجتمع والتدريب داخل المجتمع والتو بي ريسبونسيف للمجتمع من خلال المنهج، من خلال تدريب الطلاب داخل المجتمع والتعرف على قضايا المجتمع ومشاكله. ويتخرج خريج وزاته عنده الباك جراوند، عنده عارف قضايا مجتمعه مشاكله والى ذلك. المنهج بصوره عامه هو يعني 5 سنوات، هي 10 فصول دراسيه فيها يعني العمل السريري بيبدا مبكر جدا جدا، فيها تكامل العلوم السريريه والاساسيه، وفي ضمنها بشكل التدريب في الكوميونتي سيتنجز نسبه كبيره جدا من الكوريكولم. ويمكن ده نتج زي ما عارفين يعني خريجين مميزين جدا جدا، وجزء كبير منهم الان بيعمل في عدد كبير جدا من المراكز الصحيه في الولايه وفي المستشفيات الريفيه وفي المستشفيات المتخصصه. والترينر سايتس بتاعت الكليه يمكن تشمل عدد كبير جدا زي ما قلت من المراكز الصحيه والمستشفيات الريفيه، وكذلك برضو المستشفيات الثانويه والسادسيه. يعني كل الليفلز عندنا كان برايمري او سكندري او تيرشري. و منك محمد، يمكن دي من الملامح الكبيره جدا في المنهج بتاع الكليه، وانه كيف الطالب عنده يعني بيتعرض للمشاكل بتاعت المجتمع وقضايا المجتمع، وانه كيف بيكون اكسبوز للكوميونتي نيدز ويكون ريسبونسيف للكوميونتي ثرو عدد من الكورسات. يعني يمكن عندنا من اميز الكورسات الانتر ديسيبلينري فيلد ورك تريننج Research and Rural Development Program اللي هي في 3 phases. دي هنا الطلاب بيمشوا القرى وبيشوفوا المشاكل الموجودة وبياخدوا الاستبيانات وبيعملوا بحث
فيديو المشاكل الصحيه والمشاكل المتعلقه بالصحه، وبيحاول يلقوا لها حلول، وبعدين بيطلعوا بمشاريع بيحاولوا ينفذوها، وبعد كده بيجي يقيموها. وفي مشاريع موجوده الى الان شغاله بفضل هؤلاء الطلاب ومجهوداتهم. يعني فيها برضه مثلا كمثال الاقامه الريفيه اللي هي بتاخد الطالب فيها فتره، وبياخد كل بيكون فيها مع الطبيب الموجود في المستشفى الريفي، وبيطلع بدور الطبيب في المستشفى الريفي ده، وبيعرف كل الخبرات المفروض يكتسبها كطبيب في مستشفى ريفي بكل الاقسام حقتها. عندنا من البرامج المميزه جدا هي طب الاسره، يمكن احنا من اوائل الكليات على المستوى الاقليمي او العالمي يكون عندنا برنامج بتاع طب اسره في الاندر جرادويت كوريكولم، وكذلك برنامج بتاع البرايمري هيلث كير سنتر اللي هو الطالب بيمشي فيها المراكز الصحيه وبينال التدريب وبيعرف مكونات البرايمري هيلث كير والبرايمري ميديكال كير، وبرضه بيمشي بيزور اسر زي ما قلنا في ويشوف مشاكلها. عندنا طلاب كتار جدا حلوا كثير جدا من المشاكل بتاعت الاسر، ويتعرف على القضايا الحقيقيه الموجوده داخل المجتمع. يعني ما بنكتفي فقط بالمشاكل بتاعت الموجوده في المستشفيات التعليميه والمستشفيات الكبيره، لا، نحن نصل لغايه المراكز الصحيه، لغايه الرعايه الصحيه الاوليه، لغايه الاسر. الطالب بيكون عارف جدا المشاكل اللي بيعاني منها مجتمعه، الاولويات الصحيه اللي بنظر لها المجتمع كاولويه وكاهتمام بي بالدرجه الاولى. نكست محمد. يمكن دي برضو يعني فكره عن المنهج بتاع الكليه. يمكن 20% من المنهج هو في الحقيقه منهج ينفذ عنده علاقه بالمجتمع او بيتم التدريب فيه داخل المجتمع. يعني اذا اخذنا دي تقريبا زي 12 مقرر من اصل 39 مقرر هي عندها علاقه بالتدريب داخل المجتمع او الكورسات المجتمعيه. فلو اخذنا الكورسات المجتمعيه هي زي 12 كورس، هي بتمثل 18% زي 43 ساعه معتمده من اصل 236 ساعه معتمده من المقررات اللي قلتها قبل شويه. وكذلك برضو عندنا تدريب عملي، تدريب يعني كوميونتي بيزد اكتيفيتيز بتتم في عدد من المقررات الاخرى اللي هي ما يعني هي ما كورسات مجتمعيه بحته، ما فقط بس قسم طب المجتمع الاسره، انما برضو كامثله في النساء والتوليد، المقرر في المقرر بتاع الصحه النفسيه، في المقرر بتاع المانجمنت انفايرمنت فيها جزء، وغيرها من المقررات دي برضو بتشكل اضافه في انه الطالب بيكون بينال جزء كبير جدا من تدريبه داخل المجتمع خارج اسوار الجامعه، وبيكون اكسبوز للمشاكل الصحيه والمشاكل المتعلقه بالصحه، بيتعرف عن قريب جدا عن مش شنو الاولويات اللي بيشعر بها المواطن والمجتمع والنظام الصحي. نيكست محمد. فدي امثله لتنفيذ المقررات داخل المجتمع، الكوميونتي بيزد اكتيفيتيز، ويمكن يعني هنا في كمثال في القريه، والطلاب طبعا زي ما قلنا بيتوزعوا على عدد كبير جدا من القرى في الجزيره، وبعد ذاك بيعملوها بياخدوا فتره بيعمل فيها استبيانات وبيشوفوا فيها المشاكل الصحيه، وبيطلعوا بدراسات واحصاءات بتحدد المشاكل الموجوده، ويخاطبوا هذه المشاكل عبر يعني مشاريع يعني، وبعد كده المشاريع دي ذاتها يسعوا فينا ينفذوها ويقيموا مدى فعاليه هذه البرامج والاثر اللي بتتركه على يعني على الصحه والقضايا المتعلقه بالصحه في القرى، بالاضافه للبحث العلمي اللي بيتم في فتره المقررات دي. يمكن دي برضه صور امثله للصور في يعني التفاعل الطلاب ويعني عملهم داخل المستشفيات الريفيه وداخل المراكز الصحيه، وبيكتسبوا الخبره اللازمه في التعامل مع المرضى والقضايا الحقيقيه بتاعت المجتمع في المستويات بتاعت الرعايه الصحيه الاوليه. يمكن برضه صور تحت هنا فيها جانب بتاع الاسره، جانب بتاع المستشفيات الريفيه، وجانب برضه بتاع التراديشنال هيلرز او يعني زي المثال القوي فيها هو الصحه النفسيه، بنمشي حتى للمرضى الموجودين مع شيوخ وغيره، برضه نشوف نتعلم هناك المفاهيم اللي عند المجتمع عند الشيوخ، ويشوف المرضى هناك بيكون عندهم دور برضه في علاج المرضى ومتابعتهم. فدي كلها يعني امثله للدور
بتقبل الكليه من خلال منهجها. الحقيقه هو متميز جدا، وزي ما قلنا يعني اولموست 20% من هذا المنهج هو بيتم التدريب فيه داخل المجتمع في المستويات بالذات الرعايه الصحيه الاوليه. محمد، وطبعا يعني يمكن زي ما ذكر الاخ محمد الحسن، المسؤوليه الاجتماعيه دي بتحتم علينا يكون عندنا عدد من الشراكات وعدد من العلاقات، ومنها يمكن من زي ما قال محمد الحسن برضو بقت المسؤوليه الاجتماعيه دي ذاتها يعني هي جزء اصيل من التقييم اللي بيتم لاعتماد كليه الطب. الحمد لله يمكن زي ما عارفين موضوع الاعتماد على كليه الطب في السودان ماشي بخطى حسيسه، يمكن كان بدا تاريخيا بمركز اداره التعليم الطبي في جامعه الجزيره، وبعد كده الحمد لله بقى مسؤول منه حسن المجلس الطبي السوداني خطى فيه خطوات كبيره، وزي ما عارفين جامعه الجزيره كليه الطب وجامعه الخرطوم تم اعتمادهم، وباقي الكليات برضه ماشيه في نفس المسار. لكن المهم انه المسؤوليه الاجتماعيه عندها جزء كبير جدا من القصه بتاعت الاعتماد، ويمكن من الحياه العالميه برضه علاقتنا زي كما ذكر الاخ محمد برضه علاقتنا بالمنظمات اللي عندها علاقه بالتعليم الطبي والمسؤوليه الاجتماعيه، يمكن على راسها الشبكه العالميه للاتحاد نحو الصحه اللي هي نتورك توردز يونيتي فور هيلث، اللي هي دي الشبكه انشئت في نهايه السبعينات او بدايه الثمانينات، وكان الغرض الاساسي بتاعها الكليات اللي عندها انتماء للمجتمع وبتتلمس غدا المجتمع وحلها. وبعدين يعني الكونسبت العام كانت انه education for health، يمكن كلية الطب واحدة من الكليات اللي كانت من الكليات المؤسسة لهذا الشبكة أو التجمع. ويعني من الوقت ذاك نحن يعني داخلين في القصة بتاعت يعني التفاعل والاستجابة لغدا المجتمع والالتزام نحو يعني تحقيق الاحتياجات المجتمعية. فده يمكن يعني سرد ملخص عن الملامح العامة للكلية ودور المزمج أتى ورسالته والرؤيه بتاعتها اتجاه حل القضايا بتاعت المجتمع بصوره فاعله. وبرضه الحياه دي مخاطبه برضه في الاستراتيجيه بتاعت الكليه اللي هو اخر استراتيجيه عملناها ل 2025، برضه فيها دور واضح جدا لانه الكليه يكون عندها دور فاعل جدا في المسؤوليه الاجتماعيه على المستوى القومي والمستوى الاقليمي والمستوى العالمي باذن الله تعالى. شكرا يا احمد، ونكست. دي بعض الجوائز اللي يمكن نالتها الجامعة، فيها الجائزة المشهورة بتاعت حمد بن راشد في 2002 اللي هي دي كانت جائزة أحسن كلية طب في الوطن العربي، ويمكن برضو في عدد من الجوائز منها جائزة بنك التنمية نالتها الكلية لأفضل كلية، أو جائزة العلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي كانت نالتها الكلية في 2017. وطبعا في عدد من الجوائز برضو نالوها عدد من الأساتذة والطلاب في هذا المحفل، ومنها الايزو ومنها بعض الحاجات اللي برضو عندها علاقه بالكليه. نكست. دي برضو يعني بعض الشراكات والعلاقات الخارجيه، في جزء منها ستيل اكتف وفي جزء يعني شويه يعني لحد ما ممكن ما بنفس القوه القديمه، لكن الكليه دوما تسعى لشراكات وتسعى علاقات خارجية متميزة تحقق من خلالها الرسالة والرؤية بتاعتها. Next. طيب هنا ممكن طبعا الطلبة احنا بيمثل لنا جزء أساسي وأصيل جدا في كل مشاركاتنا، في كل جوائزنا، في كل المحافل اللي بنشارك فيها داخليا وخارجيا، وبلا شك عندهم دور كبير جدا. ممكن أخونا أحمد موجود يا ممكن يتكلم لنا شوية عن دور الطلاب. نعم موجود. طيب صوتي واضح؟ واضح احمد. ايوه. طيب السلام عليكم، اهلا بكم، سعيد جدا والله اني اكون معاكم الليله. طيب زي ما ذكر الدكاتره الفاضل وذكر دكتور وائل نوري في جامعه الجزيره، يعني الطلاب عندهم دور كبير في كل المشاركات العالميه والمحليه، حتى في موضوع الاساتذه زي ما حتكلم بعدين ياسين، حتى الطلاب كان عندهم دور كبير فيه في المشاركه في مجال الاستبيان إيجاد الأدلة ويعني دور الاجتماعات وكذا. طيب زي ما شايفين في السلايد ده برضو مجموعة من الديليجيشنز أو يعني الطلبة مشوا يحضروا مؤتمرات أو كونفرنسز تقديم بحوث ومشاركات وإكسشينجز في
مثلا هنا في تونس في 2017، الصورة في النص دي في أيرلند في 2018، والآخر صورة دي في أستراليا 2019. في برضو يعني محافل كثيرة تانية ومشاركات كثيرة أخرى، وبرضو إن شاء الله السنة الجاية فيه هيكون برضو مؤتمر في كندا، فإن شاء الله برضو نمشي يعني. ودائما معروف عن طلاب جامعة الجزيرة أنهم ما بيمشوا بس يعني ويقدموا أي حاجة، دائما بيكونوا يعني تقديماتهم على مستوى عالمي، وبيكونوا يفوزوا بجوائز غالبا بالمركز الأول يعني. وبتلقى من أي مؤتمر أي حاجة عالمية تلقى طلاب جامعة الجزيرة يعني، هم يمكن أكثر طلاب تلقاهم موجودين، خصوصا في مواضيع الأبحاث اللي بتتعامل على المسؤولية الاجتماعية والرورال ديفلوبمنت والحاجات دي. طبعا ده كله جاي أساسا من منهج الجامعة ومنهج الكلية، الأساس إن هو متوجه للمسؤولية المجتمعية. طيب يا دكتور نيكست. طيب هنا هتكلم شوية برضو عن دور الطلبة في المنهج، يعني دي حاجة مختصرة بس لكن ما هكرر زي ما ذكر دكتور وائل نوري، يعني تقريبا 20% من الأساس المنهج الطبي حق الكلية كله بيكون يعني متركز على المجتمع والديفلوبمنت بتاعته وكده. هذكر لكم بعض الاكسترا سيريور اكسترا كوريكولر اكتيفيتيز، او يعني النشاطات اللي بره المنهج، منها مثلا الان جي اوز او النون جفرمنتال اورجنايزيشنز، دي كلها جمعيات بتكون قائمه بها الطلبه، وهم اللي يعني بيديروا مهام وكده باشراف من الجامعه. طبعا الان جي اوز دي بتكون عندها ادوار كبيره في توعيه المجتمع في يعني خلال مثلا الكوفيد 19 كان في بتكون ورش كثيره لزيادة الوعي، كان بيكون في طرق يعني مثلا الوقاية يعني، وحتى الجوانب الثانية الجوانب النفسية مثلا للكورنتين أو كذا، يعني عامة بيكون في ورش كثيرة لزيادة وعي المجتمع وحتى للطلبة نفسهم، اكتسابوا مهارات في عمل الأبحاث وفي يعني المجالات المختلفة. طيب برضو بالنسبة للأبحاث، يعني كل سنة ما شاء الله طلاب جامعة الجزيرة دائما بيكونوا عندهم عدد كبير جدا من الابحاث اللي بتتعمل وبتتقدم، زي ما قلنا في مؤتمرات وحدات ابحاث تحصل لهم ببلشنج او تتنشر في مجلات عالميه يعني، وبتكون بمستوى عالي، بيكون فيها غالبا زي ما قلت يعني طلاب جامعه الجزيره بتلقاهم باخذين مراكز اولى في اي مؤتمر في اي حاجه بتشارك فيها. ثاني الدور في المجتمع، يعني في منظمات كثيره مثلا زي جمسه، زي جيس، زي جمعيه الحياه الخيريه، الجمعيات دي كلها دائما بتكون يعني انشطتها موجهه نحو المجتمع، بتكون في مثلا تبرعات واعمال خيريه واحتفالات بتتكون في الجامعه نفسها، وحاجات دائما بتكون متوجهه لانه يعني تساعد المجتمع اللي حولنا. ودائما مثلا يعني بتلقى الطلبه ذاتهم فعلا حيبقوا، تحسهم حيبقوا يعني ليدرز في المجتمع، و يعني انفولفد شديد في العمليه بتاعت تنميه المجتمع ومساعدته. وشكرا لكم، سعدت بأن كنت معكم الليلة، بس شكرا. يا احمد خالد، انا والله ده رشيد جدا جدا بالمستوى بتاع التقديم بتاعك، حاجه جميله ومشرفه، ربنا يوفقك ان شاء الله، انت ان شاء الله شكرا كل يا المستقبل دكتور، عظيم. شكرا والله، شكرا والله، ما قصرت، شكرا لك. دكتور محمد حسن تفضل. نكست الوقت أفتكر الآن بروف السنوسي وبروف سلوى السنوسي هيستعرضوا لنا The case of social accountability في جامعة الجزيرة. تفضل بروفيسور. بروف السنوسي، يا ريت لو عملت أن ميوت للمايك من عندك. أرجع لنا سلايد يا محمد ورا. أرجع سلايد واحدة نور. سلايد واحدة نور. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، احنا سعداء جدا انه نكون مشاركين في هذا الويبينار اللي منظماه مجموعه الباحثين السودانيين، ونشكرهم على الانفيتيشن لينا انه نشارك في هذا الويبينار المهم جدا جدا، واللي فيه نشر لمفهوم المسؤوليه والمحاسبيه الاجتماعيه. وبنشكر بروفيسور بشير حمد الذي أنشأ هذه الكلية بهذا المفهوم منذ 1975 قبل أن يعرف مفهوم المحاسبية المجتمعية من منظمة الصحة العالمية. أترك الفرصة.
فعلا احنا كل ما تيجي سيره جامعه الجزيره نتكلم عن جامعه الجزيره، اول حاجه نبدا بها ان نقف احتراما واجلالا لاستاذ الاجيال بشير حمد، الله يديله الصحه والعافيه. يعني ابدع يعني يعني حتى سيستم الناس مشوا على هديه، واثر كبير جدا في تعليم الطب في السودان وفي العالم من حولنا حتى. نعم. طيب ان شاء الله next please محمد. احنا ان شاء الله حنمشي معكم في رحله عبر البحوث التي تمت وال evidences او البراهين اللي بتدل على انه الجزيره is responsive and is progressing in social accountability. ام ميوت عمله؟ سامعني؟ اوكي. ايوه ان شاء الله. في 2016 تم نشر ورقة تم إعدادها يمكن غابت 3 سنوات. بنعيد في هذه الورقة شخصي وبروفيسور محمد السنوسي وبروفيسور عثمان خلق الله وبروفيسور علي حبور. الحقيقة كان مفهوم المسؤولية المجتمعية والمحاسبية المجتمعية يعني كان موجه يعني تجاه المجتمع ويعني احتياجاته، كان مهم جدا بالنسبة للناس يجدوا طريقة للتقويم أو تقييم المسؤولية المجتمعية. فنحن في الورقة دي استخدمنا عدة يعني موديلز أو نماذج أو قياسات لسوقيات المسؤولية المجتمعية، وحنتكلم هنا عن المصفوفة بتاعت اللي هي social accountability grid. next please. طبعا المسؤولية المجتمعية عندها محاور، محور التعليم والبحث العلمي ومحور الخدمات، خدمات المجتمع. فالمسؤولية المجتمعية حنقيمها في الثري دومينز أو محاور دي، والجريد هو أو المصفوفة next slide please ندي ناس فكرة عنه. منظمة الصحة العالمية زي ما قلنا سنة 1995 لما عرفت المفهوم طلعت بالثري دومينز دي، إنه الكليات أو الجامعة يعني schools لازم تكون committed في إنها to direct the education or research or service towards the community needs. To assess these domains أو المحاور دي بيتم تقييم لكل محور من هذه المحاور في قيم محددة relevance والquality والcost effectiveness and equity لكل واحد منهم. Within each domain أو محور بيكون في مراحل، يعني بتكون في phases. Phase 1 planning, phase 2 doing, phase 3 impacting. أخلي بروفيسور ناصر يوريكم أهمية الجريد ده، ومع إنه تنفيذه صعب، ويعني إحنا عشان نعمل شغل زي ده ونثبته في ورقة علمية كان من الصعب، إنك هي غالبا qualitative study يعني، لأنك بتوصف حاجات معينة بتجيب لها إيفيدنس. أترك المجال لأخوي. نعم. لما تم تعمل نعم لما تتبع الجريد ده انت اكشلي بتشرح البراكتس حق الكليه من ناحيه المسؤوليه الاجتماعيه في حوالي 432 خانه، كل خانه قد تعتمد على اكثر من ايشو، وكل ايشو من هذه الكم الهائل من الخانات لازم تجيب له ايفيدنس او تجيب ما يستدل عليه. ففعلا عمل كبير جدا جدا، وساعدنا فيه انه اساسا الكليه بتنفذ ما هو مكتوب. يعني حقيقه الان الكليه بتنفذ ما هو مكتوب، كان بالنسبه لنا حاجات معاشه، يعني كان لسه زمن صعب في انك تقعد وتملى وتصحح نفسك وكده، لكن ساعدنا فيه كثير جدا انه التجربه مكتوبه. ده كله من فضل بشير حمد،
والأساتذة الأوائل، وكانت الحاجات هي معاشة ومنفذة وواضحة جدا بالنسبة لنا ومفهومة يعني. أيضا أريد أن أؤكد أنه ساعدتنا كمان أيضا أن الكلية عندها نظام لمتابعة المقررات بتاعتها، تعمل ريفيو، تعمل إيفالويشن، والإيفالويشن ده ريبورتد، الريبورت دي احنا استفدنا منها، والدوكيومنتيشن حاجة مهمة، دي من حاجات في جامعة الجزيرة عن محمد، يعني احنا رجعنا للإيفالويشن 1 و 2 وقدرنا نملى الجريد منها، وفي دوكيومنتس وفي حاجات يعني جوائز وحاجات عملوها الناس، فنحن قدرنا نطلع منها الاريز دي. حندي امثله وعايزين، ما عايزين نخوض كده نقعد نقرا لكم كثير، حندي مثال لكل حاجه. النكست بليز، نكست سلايد. education domain، اخذنا مثلا محور التعليم وحنمشي فيه في الريلفنس فاليو، يعني القيمة بتاعت إنه هو هل له ارتباط بالمجتمع، ارتباط بالميت بتاعت، فبنمشي فيه في المراحل الثلاثة، وفي كل مرحلة من المراحل بختار حاجة واحدة أتكلم عنها. طيب في مرحلة التخطيط، بروفيسور بشير حمد جزاه الله خير، يعني عمل ديزاين الكوريكولم بتاع الجامعة الكلية دي إنه يكون community oriented medical education and community based education. ده مرحلة البلان، وفي البلانينج ده حتى لما عملوه أشركوا المجتمع زي ما بقول لكم الشرح قبل كده، دي حتة كانت محمدة في اختيار المنهج. ندي للدوين إن دوين، طبعا في حاجات كثيرة اتعملت، وزي ما قالوها أنا ما هتكرر، الإكسبوجر نسبة عالية، يعني منهج فيه الطلبة بيصلوا الكوميونيتي. الحاجة الثانية أقول مثلا variety of training برضو شرحوها، ما عايز أمشي فيها كثير ثاني. الأهم حاجة ثاني ندي في الدوين برضو زي ما قالوا الإبيديميولوجي and public health، حاليا still الكلية بتشارك مشاركة فاعلة مع النظام الصحي في يعني according to needs، يعني هسي في كورونا فيروس في مشاركة كبيرة من الجسم ومن الطلاب اكسترا كوريكولر، وإن شاء الله حتكون كوريكولر في أي كورس حيقدم، حيكون في اهتمام بالجانب بتاع الpublic health issues اللي هي prevention مثلا of the disease. ندي للimpacting، الimpacting أنا بس بركز أكثر حاجة على إنه we supported other faculties to establish a community oriented medical education. إحنا كلية الطب دي أظن هسي أكثر مما يكون 20-30 كلية شاركت كلية الطب جامعة الجزيرة في تأسيس المنهج بتاعها أو مساعدتها في إنها تكون community oriented medical education. Next please. بس أنا صحيح الكلام عن الريسيرش. طيب في المحور بتاع البحوث الدومين اوف ريسيرش، انا اخترت اتكلم عن الجوده في الفاليو او القيمه بتاعت الجوده، برضه اتكلم عليها في الاكزامبلز في ثلاثه محاور في التخطيط. التخطيط معروف جدا انه كليه الطب جامعه الجزيره وجامعه الجزيره زهور عندها يعني ديفاين ريتن ريسيرش ستراتيجي، ودي بتحدد الاولويات وبتحدد النوعيه بتاعت المواضيع المطروقة، وبالتالي هي يعني جودتها ذاتها جاي من إنها أساساً بتبحث في قضايا الهامة بالنسبة للمجتمع الحولة ومجتمع الجزيرة بالذات. يعني في doing في a lot of things، طبعاً الانفراستركشر، الاهتمام بالمكتبات والإنترنت والأشياء اللي بتساعد على الريسيرش. الإمباكت جاي من المنتوج العلمي ده منشور في مجلات عالمية، وأهم من كده منشور في مجلة الجزيرة للعلوم الصحية، هي مختصة بالعلوم الصحية كلها، وكونه الكلية تكون سبورتينج أو مقدمة لنشر العلم مجلة برضو إمباكت كويس. وفي أيضاً إكزامبل كثيرة جداً يمكن تكلمنا عن بعضها،
بتدل على انه الريسيرشز اللي طلعت دي طلعت منها نتائج اثرت على اتخاذ قرارات هامه جدا في محاور مختلفه. Next please. طيب هنشوف السيرفيس برضو الخدمات المجتمعيه في هتكلم عن الفاليو بتاعت الايكويتي بالذات يعني انا بوت اكزامبل معروف جدا في البلاننج بتاع الطبيعه في الجزيره انها بنيت على ان تكون يعني ديبلي انفولفد في دراسه مشاكل المجتمع المحوري ومنصوص عليها حتى في كل الكتابات او الاولى بتاعت جامعه الجزيره انها تهتم بدراسه المجتمع القروي وبالتالي الاندر سيرفد بيلقوا فرصه اكبر الناس بالتالي هي جامعه الجزيره واحده من الطرق لتقليل الفوارق و و و و و و و ونشر العداله في الدوينج يمكن يكون احسن اكزامبل هو شغل الطب جامعه الجزيره فيما يختص بتدريب القابلات اثناء القابلات القرويات اثناء الخدمه ده كان عنده اثر كبير جدا على ايصال الخدمات الصحيه على مستوى هام جدا مستوى بتاع الولاده في القرى ده كان يعني جود اكزامبل للاشياء اللي نفذت فيما يختص بالايكويتي في السيرفيس الامباكت في a lot of examples لتحريك المجتمع وتفاعله مع قضايا نفسه في اكثر من كورس في اكثر من عمل في اكثر من مشروع وهي مشاريع ناجحه جدا ومنفذه واتت بثمار يعني وبرضه في شغل على مستوى المستشفى الريفي في اهتمام بالمستشفى الريفي في كثير من الكورسات في اهتمام بالمستشفى الريفي في كثير من المبادرات وده برضه ساعد في انه يكون في ايكويتي في جامعه الجزيره فكونه جامعه الجزيره عندها الادله على انها مهتمه بهذه القضايا يبدأ هي فعلا يعني بتهتم بالايكويتي والايكويتي قيمه كبيره جدا من القيم المسؤوليه المجتمعيه وتكون من حياتها تدي قوه فيما يختص بعرض المسؤوليه المحاسبيه المجتمعيه او الاجتماعيه لكلية الجزيرة. Next please. سلوى. هنا حنتكلم عن contribution to community health and partnership with Ministry of Health. عندنا مثالين حنقدمهم ممكن ابتدي به لانه بدينا بمسألة البحث العلمي. التجربة الأولى اللي هي عندنا ورقة قدمت وتم تقديمها نشرها في مجلة طب الأطفال أو جمعية طب الأطفال. الورقة دي كانت عن يا بروف الصوت بشوية كده بيكون بعيد يا ريت لو قربت شوية طيب أقرب طيب شكرا لك قلنا في دراسة تمت في أطفال المدارس ووجد إنه الحصبة أصبحت تظهر في حالات في أعمار أكبر وبدأت تظهر في الناس محصنين يعني تم تحصين وتظهر الحصبة الدراسة كانت واسعة يمكن 5000 تلميذ أخذنا منهم الكويشنير مليناه وتأكدنا من إنه تم تحصينه وما تم تحصينه وحصل له الحصبة وحصل له المهم في النهاية وجدنا إنه we need we recommend in this study إنه يكون في a second dose of measles vaccine and this was presented in a symposium في State Ministry of Health and attended by the EPI, Federal Ministry of Health. And they took this recommendation and they, as a partnership of the faculty with the Minister of Health, State Ministry of Health and the Federal Ministry of Health, we share the policy of recommending a second dose of measles.
المثال الثاني هقدمه اللي هو الفاميلي ميديسين تريننج، بوست جرادويت فاميلي ميديسين تريننج من جزيرة ستيت، وده سنة 2010 كانت في مبادرة، والحقيقة هي بدأت بدبلومة كانت من في مؤتمر في جنوب أفريقيا، اتلاقوا مع الناس زينيدل وناس تورس يونيتي فور هيلث، المهم وصلوا لأنهم يعملوا الدبلومة، ومن الدبلومة تطورت لأنه بيجت بروجكت. لما بيجت بروجكت كان أو مشروع كان في البوليسي ميكر اللي هو الجوفرنر كان at that time الزبير بشير طه ويتراوى الله بالخير جعفر خالد دنقلة، كانوا أسسوا طب الأسرة. فطب الأسرة كان الهدف منه تغطية المراكز الصحية بعدد من الفاميلي فيزيشنز، وإنه تكون البرايمر هيلث كير سنترز تكون فيها فاميلي ميديسين دكتور يقدم الرعاية خدمات على مستوى الرعاية الصحية الأولية. وأول تجربة في السودان كانت من كلية الطب جامعة الجزيرة بهذه المبادرة، وكانت ناجحة جدا، وكانت إن سيرفيس تريننج استخدموا فيها التكنولوجيا، وطلنا وزيس الدليل عليها إنه مدير المشروع حسي في الوزارة هي أستاذة زميلة في كلية الطب قسم الطب المجتمع، ومدير الخدمات الصحية دي كلها سوشيال أكاونتابيليتي من كلية فربيجي جامعة الجزيرة، ويعملون طوعا في وزارة الصحة في الطب العلاجي وفي مشروع الطب المصري. والحمد لله بعد الثورة وجدوا سبورت من الوالد حاليا ومن وزير الصحة الاتحاد إنه يعتمدوا كلية الطب جامعة الجزيرة as a training site and the master degree should be included في المجلس الطبي، لانه كانت الماستر بيحسبوا له لحاله بيقول لهم نتيجتكم دي نتائجكم نخليها لحالها، وانتوا جيتوا من وين يا ناس الجزيره عندكم سنتين وسنتين في المجلس ما كانوا بيعتمدوه، لكن الحمد لله بفضل الله وعونه تم انه تو اكسبت الترانسكريبت بتاعه المضاف، وبقت في الجديد جامعه الجزيره يتموا يكملوا الام بي وياخذوا الشهاده بتاعتهم على أساس إنهم ناس عندهم MD فيها كل الترانسكريبت بتاعنا يعتمد، لأنه أصلاً الفاميلي ميديسين قبل ما يكون في مجلس التخصصات الطبية كان في جامعة الجزيرة. نمشي من دي؟ يا أكشوالي خليني أقول فيها تعليق والله. أنا أقول فيها تعليق والله. الدروس ده مشروع بديع بمعنى الكلمة. يعني شوف جامعة الجزيرة كـ Education Institute تعمل منهج تصممه وتنفذه وتعمل evaluation للطلبة. الطلاب والكانديدات في المشروع ده هم مواد الأوفيسر. السيستم ده المشروع ده بيجيبهم يديهم paid job من رواحي. وكل مواد الأوفيسر من هؤلاء الشباب بيكون أدوه مركز صحي مزول منه. يبقى الوزارة عندها مراكز صحية مقفلة ما فيها طب ما مفعلة. قدرت تفعلها وتفتحها وتقدم سيرفيس للمنطقة بتاعتها نير باي، سيرفيس راغية جدا لأنه دل عبارة عن أطباء بتطوروا أثناء الخدمة. يعني فكرة بديعة، فكرة بديعة والله. طيب next please next time. طيب في 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 عدد من المبادرات، مبادرات ناجحة جدا 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 وأثبت نجاحها، خاصة مثلا زي الأمومة والطفولة الآمنة، وأثرت كثير جدا على خفض وفيات الأمهات. قول بالله. Next please. دي example أو صور حية للشراكات بتاعت جامعة الجزيرة فيما يختص بخدمات المجتمع. بيظهر هنا ده تطوير مناهج الدبلومات التقنية. وبيظهر هنا ده المشاركة بتاعت جامعة الجزيرة في الكوارث الطبيعية وهكذا يعني. Next please. ده برضو الإمباكت بتاع الأمة الآمنة، ده اجتماع
وحفظ رياض الأمهات. ده اجتماع ده حاجة اسمها الاجتماع المجتمعي. المبادرة كان عندها اجتماع بيقام في واحدة من المدن البر بر بر مدني، وكان بيلقى حراك مجتمعي وحراك رسمي، وبتطلع منه يعني بلانس كثيرة وتوصيات كثيرة كلها تنفذ، كلها بتلقى طريقة لفائدة الناس. Next please, thank you. Okay. Okay. This slide عن الخريجين. أيوة. هنا في ديب أنا عايز أشرح إنه قمنا بدراسة ضمن ثلاثة كليات تابعة لزينت، اللي هم نيو مكسيكو وديمس كوك يونيفرسيتي and جزيرة يونيفرسيتي. And the other colleagues or faculties, they are going on this collaborative research. But we published ours, the three كليات. كان أساساً الهدف منها إنه to assess خريجي social accountable schools بمنو بالsupervisors بتاعينه لما هون يكونوا شغالين في البوست جرادويت 1 year 1 هي في الامتياز. فبنزالوا الطالب الطلاب دي فبنزالوا مقارنة بالتراديشنال سكول. طالبنا ده عندهم بعض الأسئلة وفيها grades زي ليكرت سكيل يقوم يحددوا الليفل. ومن ضمن حاجات كثيرة منها الهيكوتي والشغل بتاعهم في الـ زي الـ intention to work in an underserved population. فوجدنا الكلية الطب جامعة الجزيرة طلابة ready to work and يعني fit for purpose لمسألة الهيكوتي ومسألة تقديم الخدمات على مستوى الـ underserved population. فهيبقى بالنسبة للخريجين في بنفيت لهم بأنه هم بيبقوا ناس عندهم sense of equity and they would like to serve. وهنا أنا عايز أقول حتى الناس، حتى إحنا لما نطلع في مؤتمرات بنقول لهم، بيقولوا لنا ما بيطلعوا يشتغلوا برا، حتى الفاميلي دكتورز والأخصائيين دول والناس الخريجين بتعلم، لكن ستيل إحنا بنقول لهم حتى بعد هم تخرجوا زي سيرف زي الكوميونتي بيرسلوا حاجات للقرى وللمدارس للكليات الجديدة الطالعة وللخدمات. بس عندنا أبناء جزيرة من الأطباء عملوا الأكسجين مثلا، يعني حتى الخريجين بدهم يكونوا خريجين جامعة الجزيرة بيجيبوا حاجات لمستشفى وندم، يعني عايزين يطوروا مثلا الإمرجنسي واللي هي اسمها شو بنقول على الإنعاش وال يعني الحوادث وكده. المهم معهم برضه ناس ثانية لكن هم بحركوا المسألة بتاعت الامبروفمنت اوف ذا هيلث سيرفيسز في السودان. شكرا. طيب شكرا جزيلا. الان حيكون معانا ياسين، الدكتور جمال مصطفى والدكتورة فدوى، يمكن لاستعراض تجربة جامعة الجزيرة في التغييب التم مؤخرا الايسات من قبل ياسين opportunity for health. دكتور وائل، دكتور ياسين. ياسين السلام عليكم. ياسين ممكن تبدا؟ ياسين كمال. طيب ياسين معاه دكتورة جمال، دكتور جمال ودكتورة فدوى. ربما ياسين عنده إشكال في الإنترنت وكان ممكن نستمر. طيب أنا كويس ياسين I will add you as co-host.
أنور ممكن تضيف ياسين as co-host وطلب إنه يكون as co-host. السلام عليكم. الآن co-host ياسين. تفضل. أي. السلام عليكم. أنا ياسين كمال، خريج حديث من كلية الطب جامعة الجزيرة. في البداية شاكر جدا لكل الحضور الكريم الأساتذة وطلاب ومثري لجامعات وكليات طبية ولكل الحضور على مشاركتنا الليلة في 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 مشاركتنا نحن اليوم برضو في التجربة. والعايز أقول إنه صراحة مجحف في حق الكلية إنها تقدر تغطي كل التجربة في خلال ويبينار واحد، لكن التيس نحن نتمنى إنه تكون شاركنا المفهوم وأسسنا للفهم العام بتاع المسؤولية الاجتماعية في السودان وفي لكل الحضور الكريم. وبرضو شاكر جدا للمبادرة والباحثين السودانيين على الاستضافة والدعوة، وأتمنى إنها تكون من هنا دي نواة وبذرة لمواصلة الجهد اللي كان بدأته الكلية في تأسيس التحالف القومي الوطني المسؤولية المجتمعية اللي كان أنشي بندوة وورشة كانت تعمل سنة 2016 استضافتها كانت كل الوقت. مواصلة للحديث عن الريفلكشن عن الآيسات، يمكن الأساتذة الأجلاء في خلال بداية الويبينار مروا على العديد من التولز أو الوسائل بتاعة التقييم للسوشيال أكاونتابيليتي المسؤولية المجتمعية، منها ذكر بروف السنوسي وبروف سلوى السنوسي تكلموا عن السوشيال أكاونتابيليتي جريد، وفي ثاني برضو another module فيه الconceptualization والproduction utilization. فدي كلها بعض الوسائل اللي كانت مستحدثة بعد تعريف المبدأ والمفهوم بتاع المسؤولية المجتمعية سنة 1995، اللي كانت بتهدف لأنه كيف تصل وتأكد أن الكليات أو المؤسسات الصحية هي متجهة نحو تنفيذ المفهوم بتاع المسألة الاجتماعية. Next please. فحديثاً عن الآيسات دائماً قلت إنه هو وسيلة من الوسائل المستحدثة حديثاً للقياس المؤشرات المحققة لمفهوم المسألة الاجتماعية. فنبذة بسيطة عنه إنه هو زي باقي الوسائل طبعاً حالياً وحتى الآن وحتى لحظتنا دي، يمكن دكتور محمد الحسن دكتور محمد الحسن طاها بخبرتنا الواسعة في التعليم الطبي بيكونوا عارفين إنه ولا الآن حتى الآن في جهد جهيد بيعمل على وضع الانديكيترز وتحديث الوسائل والطرق بتاعت القياس للسوشيال اكاونتابيليتي، إنها هي ما بس مفهوم نظري وإنما بتحتاج جهد جهيد وتطبيق واسع شامل في كل المحاور في المؤسسات. فالآيسات هو وسيلة مستحدثة قام بشراكة بين العديد من المؤسسات والجمعيات والمنظمات، منها منظمة الصحة العالمية للأمريكتين الباهو البان أمريكان هيلث أورجانيزيشن، ومعها بعض المنظمات الثانية وبعض الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية منها بعضها في أمريكا. سنة 2017 كانت وضع اللبنة الأولى بتاعت التول ده، ومنها بدأ الحوار والنقاش وإشمال وإشراك كافة المنظمات بعدها في تنقيحه وفي تطويره وفي تجربته. فمر بمراحل عديدة لحد ما تم تجربته يمكن الأولى بصورة واسعة في الكليات الصحية في الأمريكتين. اتبنته كان زمان ذاك الباهو البان أمريكان هيلث أورجانيزيشن، وتم يمكن العديد من الكليات جربت أو مرت بالعملية بتاعت السلف أسسمنت دي، وهو أصلا هو عبارة عن وسيلة بتاعت تقييم ذاتي، إنه الكلية بتمر بمرحلة بتاعت تقييم ذاتي لكل المحاور اللي هي قامت على أساسها الوسيلة دي اللي هي حنذكرها بعد شوية. فالغرض منها إنه تحاول تطور وتجود وتوصل لمؤشرات لقياس التطبيق بتاع المفهوم بتاع المسؤولية الاجتماعية. طيب منو ممكن يستخدم التول ده؟ كل الكليات، كل المؤسسات القطاع الصحي، كل المؤسسات بمختلف مكوناتها سواء كان طلاب او قيادات او اقسام او غيره، يعني ممكن تستخدم الاسسمنت تول دي عشان تقدر تقيس السوشيال اكاونتابيليتي.
وهي طبعا بتتطلب مشاركه جهيده وفعاله من كل القطاعات، يعني حتى العمليه بتاعت الدراسه بتاعت التقييم الذاتي باستخدام الوسيله دي بتحتاج تكامل ما بين الطلاب، ما بين الاساتذه، ما بين المجتمع نفسه، ما بين وزاره الصحه، ما بين المنظمات، وما بين وما بين وما بين. الايسات حديثا تم رسميا تجربه على نطاق واسع على مستوى العالم بعد التجربه اللي كانت سابقه في الفتره اللي فاتت، اللي هو كان شملت بعد ذاك الشراكه شملت ذا نتورك اللي هي منظمه الشبكه نحو الاتحاد من اجل الصحه، ومنظمه ذا نت اللي هي ترينينج فور هيلث ايكويتي شبكه التدريب للمساواه في الصحه، والجلوبال كونسنسس اوف سوشيال اكاونتابيلتي هو التجمع العالمي للمسؤوليه الاجتماعيه. المشاركة الواسعة دي هي لضمان تحقيق القدر الأمثل والأعلى من التطبيق للتول دي، ولضمان إشراك الخبراء. يعني هسه الستيرين كوميتي والريفيون كوميتي القامت بتنقيح ودراسة ومراجعات والتقديمات اللي كانت وصلتها من الكليات كانت شاملة لممثلين لكل المنظمات بمختلف جهودنا وخبراتهم الواسعة، منهم دكتور جارلس بولين وبوب وولر، هم ديل المعرفين لمفهوم السوشيال اكاونتابيلتي نفسه في WHO سنة 95. طيب حديثا ثاني عن الايسات، انه هي بتتكون من استبيان بتاع دراسة ذاتية فيه حوالي 13 سكشن زي 64 بيج كان هو اونلاين، بيتم كل جزء مخصص لقياس حاجة معينة. كان في core components أساسية يمكن ذي 11 core components. الهدف من الدراسة الذاتية إنه بنهاية الدراسة الذاتية والتقديم المسودة النهائية والإيفيدنس والبراهين والأدلة، إنه الكلية تمر بمرحلة بتاعت دراسة ذاتية تعرف روحها هي واقعة وين بالضبط من الفور phases بتاعت التولز والإنديكيترز المخطوطة. يعني بنهاية المرحلة الكلية مفترض تكون عرفت هي وين بالضبط في كل core component من ال 11 component دي ومتجهة على وين وكيف تقدر تصل للفيز اللي بعده. فبيزيكلي هي كانت أربع مراحل. المرحلة الأولى إنك أربع مراحل بتقيم على أساسها core components دي. يعني مثلا واحد من core components كان الطلاب، فالطلاب نفسهم في بنود كثيرة وحيات كثيرة عندها علاقة بالمسؤولية المجتمعية، بداية بقبول الطلاب، بترشيح الطلاب، بالفرص المفتوحة للطلاب، بالمنح اللي بتقدمها الكلية، بالمجتمع الطلابي نفسه واختلافاته وبمشاركاته وهكذا. فالفكرة بتاعت التقييم إنك بتقيم روحك أنت واقع في فيز، هل الفيز الأول هو الفيز البداية، بمعنى إن الكلية حالياً هي ما عندها intentions وما عندها جهود هي بدلها تجاه الـ core component المعين فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية. ده المحور المرحلة الأولى. المرحلة الثانية كانت الكلية مثلاً كان عندها intentions بدت وبدت تضع خطط واستراتيجيات عشان تحقق المسؤولية المجتمعية في البند المعين أو في الـ core component المعين. المرحلة الثالثة هي إن الكلية يكون هي عندها intentions وعندها الخطط وبدت تنفذ في الخطط، لكن لسه ما وصلت للintended outcomes اللي كانت خدتها من البداية عشان تقدر تصلها. المرحلة الرابعة هي المرحلة الoptimal phase اللي هو إنك الكلية بيكون عندها intention وعندها resources وعندها strategies وشغالة وعندها impact really في core component المعين بما يعكس وما يخص المسؤولية المجتمعية. core components كانت هي الطلاب، اللي هو قبول الطلاب، كانت ثاني تعيين الاستاف في الكلية، الأساتذة، تدريب الاستاف نفسه، الكوريكولوم المنهج من حيث المحتوى، طرق وأساليب التعليم والتعلم المستخدمة، التايب والبليس اوف ايديوكيشن اكسبيرينس، المكان بتاع التدريب نفسه والشراكات نفسها في عملية تعليمية، والكوميونيتي بيزد ريسيرش اللي هي البحوث المعموله او المبنيه المتوجهه نحو المجتمع سواء كانت طلابيه او في الاساتذه او بشراكات مع الوزاره او مع غيره. ثاني في الجوفرنس اللي هو الحكمه والحوكمه والاداره بتاعت الكليه على مستوى المجالس على مستوى اللجان وهكذا.
الكومبوننت الثاني الستيك هولدر بارتنرشيب اللي هو الشراكات مع الجهات ذات الصله في تحقيق الرؤية ورسالة الكلية اللي هي مبنية على تحقيق متطلبات أو تطلعات المجتمع الصحية والخدمية والبحثية وغيرها. الكومبوننت القبل الأخير هو كان السكول أوتكمز اللي هو المخرج النهائي أو الشكل النهائي لخريج الكلية والكومبيتنسيز والسكيلز والنوليدج اللي هو طلع بها من الكلية، هل هي خلته كواليفايد إنف مؤهل لانه يكون طبيب فعلا سوشيالي اكاونتبل نحو المجتمع وعارف احتياجاته وبيلبيها وقادر يطور من روحه ويستمر في عمليه التعليم والتعلم وهكذا. الخامس والاخير هو السوسايتال امباكت اللي هو قياس تاثير الكليه وبرامجها وحاجاتها كلها على المجتمع اللي حوله يعني وقياسه. فدي كانت الكور كومبوننتس الاساسيه اللي تمت تغطيتها في البرنامج. طيب في التول next please. طيب على مستوى الكلية وعلى مستوى التقديم مرت بخطوات عديدة لحد ما وصلنا لتحقيق الإنجاز الأخير اللي هو تم دعوة ضمن 10 كليات من العالم لتقديم التجربة والدراسة الذاتية واعتمادها وبين acknowledged verified من الستيرنج كوميتي والمنظمة بتاعت الشبكة من أجل الصحة في مؤتمر الأخير. حابب أشكر إن كل المؤسسين والقائمين على كلية الطب جامعة الجزيرة من بروفيسور بشير حمد وحتى آخر خريج في الكلية حديث ولحد الطلاب اللي تم قبولهم حاليا في الدفعة 43 على المجهود ده، لأنه هو مجهود ما بين يوم وليلة من تأسيس الكلية وحتى الآن وحيستمر بإذن الله للسنين القادمة. فهي بس كانت فترة بتاع الدراسة استمرت لمدة بتاع شهرين. تم تكوين لجنة من السيد العميد مختصة بس بعمل الدراسة الذاتية وتقديم السلف أسسمنت ريبورت للمنظمة. الكوميتي كانت بتتكون من 15 عضو منها 9 فاكولتي ستاف وخمسة طلاب 1 جرادويت. قسمنا داخل المجموعة لسب كوميتيز، كل كوميتي كانت مسؤولة من الدراسة حول الكور كومبوننت المعين في التول نفسها ومرت بخطوات عديدة. Next please. بدأت بالتيم بيلدينج والأورينتيشن عن الآيسات نفسه، هو شنو عايزين نوصل لشنو الهدف منه شنو لنا إحنا ككلية، وبعدها كوننا التيم وعملنا سب كوميتيز وبدينا في كتابة السلف ستدي درافت الأول وجهزنا السبورتينج دوكيمنتس وتمت الفاينل ريفيو بتاعتها وفي الآخر تم تقديمها. يعني كانت جهد جهيد استمر شهرين كاملين من الكتابة والتنقيح والبحث عن الأدلة والبراهين والترجمة وغيره من الحاجات، وتم الحمد لله تقديمها أخيرا إنها تتم مراجعتها من الستيرنج كوميتي. Next please. السلايد بتلخص الانستيتيوشنال بروفايل بتاعنا ككلية الطب جامعة الجزيرة بناء عليه التول اللي احنا استخدمناها للتقييم بعد ما تم verification بتاعها من المنظمات واللجنة المحكمة. فزي ما شايفين انه دي الكور كومبوننتس على اليسار بمسميات المختلفة وده الفيزيس من 1 to 3 to 4 وكده. فالبروفايل قدامنا إنه الحمد لله نفقا للدراسة الكلية موقفها كويس جدا حاليا في أغلب الكور كومبوننت إن لقينا روحنا حاليا وفي الفيز الثالث في تحقيق البنود بتاعت المسؤولية المجتمعية والمؤشرات حسب الكور كومبوننت المعين في الدراسة، وبعدها كان لسه في المستوى الثاني وبعدها في الأول وبعدها almost reaching الفيز الفور. Next please. طيب تمت دعوة الكلية بعدها لانترفيو أو لpresentation قدمت فيه كل الدراسة القامت بها دي في اجتماع مع لجنة المحكمين وعلى أساسه تم النقاش ودعوة الكلية واختارها ضمن العشرة الكليات
لتقدم التجربة خلال المؤتمر السنوي لمنظمة الشبكة نحو الاتحاد من أجل الصحة. فدي شهادة تقديرية كان من المنظمة ومن اللجنة المحكمة لمشاركة الكلية وتقديم تجربتها للعالم أجمع ضمن الكليات العشرة الثانية من مختلف العالم. كان في كليات من الهند، كليات من أمريكا، كليات من الأرجنتين، كليات من المكسيك، ما عايز أذكر الأسامي، لكن العديد من الكليات كان من العشرة قدموا التجربة. ختاما، الآيسات هي كانت مفيدة جدا. نحن ما بنقول نحن عرفنا روحنا إنه نحن شنو، لكن عرفنا روحنا إننا وين وماشيين على وين. يمكن دي كانت الاستفادة الكبيرة جدا، عرفنا الناقصة شنو، وعرفنا النوليج الجاب بتاع النوليج وين، والريسيرشز المفروض تتعامل وين بالضبط عشان نحن نقدر نحقق ونتقدم في حتة المسؤولية المجتمعية ونقود معانا باقي الكليات في القطاع الصحي في الجامعة وفي السودان وفي الإقليم كامل يعني. فالحمد لله إنه راضين تماما عن التجربة ومستعدين إن شاء الله إن نقدر نقدم أكثر ونطور أكثر في المسؤولية المجتمعية وفي مجالها في السودان وفي الإقليم وفي العالم إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ياسين على السرد التفصيلي للأيسات وعرض التجربة، وجميل جدا انه يمكن كل الجهد بتاعكم موجود في وان درايف، بحيث انه ممكن يطلعوا لاحقا على الكليات الموجوده في السودان ان شاء الله، بحيث انه ممكن يعني يتم تقديم المشوره والمساعده ليها ان شاء الله، على اساس انه يعني بنتمنى في 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 الزمن القريب انه نشوف اكثر من كليه في السودان مشت يعني شوط كبير جدا تجاه انه تكون كليه يعني سوشيال اكاونتبل. افتكر دكتور انور نيكست الان حنسمع من الدكتوره فدوى والدكتور جمال مصطفى عن ذا واي فورورد، شنو الخطوات المستقبليه، شنو the way forward لجامعة الجزيرة toward the social accountability and toward المحافظة على ما وصلت إليه الآن. دكتور جمال، دكتور فدوى. السلام عليكم. السلام. فدوى هاشم من مركز تطوير التعليم في كلية الطب جامعة الجزيرة. نشكر لمجموعة الباحثين تحت الفرصة والشكر لكل الحضور. The way forward في اتجاه الكلية في social accountability، اللجان اللي ذكرها ياسين اللي هي قامت بالدراسة الذاتية حدد خطوات الانتقال للمراحل القادمة. Next please أنور، دكتور أنور. أنور، the next slide. The way forward. واحدة من الأهداف الرئيسية في الاستراتيجية بتاعت الكلية زي ما ذكر دكتور وائل هي التوسع والتطور في السوشيال accountability. اللجان اللي وضعت الدراسة الذاتية هي نفسها حدد خطوات الانتقال للمراحل القادمة ووضعت الخطط لها اللجان المصغرة تبع برنامج الآيسات. عندنا في الكلية كرسي بروف بشير حمد البحثي اللي هو بيركز على تطوير البحوث في مجال تعليم المهن الصحية والمحاسبية المجتمعية. أيضا نحن بصدد تكوين مجلس المحاسبية المجتمعية، وهو عبارة عن مجلس مكون من ممثلين للمجتمع والنظام الصحي ووزارة الصحة الولائية والاتحادية، ممثلين من كليات القطاع الصحي بجامعة الجزيرة من الصيدلة وطب الأسنان، الصحة العامة، علوم المختبرات، وكلية العلوم الصحية التطبيقية بكافة فروعها، وممثلين للخريجين والطلاب. هذا المجلس نرجو أنه يشارك في التخطيط والتنفيذ والتقويم في كل مراحل المحاسبية المجتمعية في التعليم وفي البحث العلمي وفي الخدمات الصحية، وأن يساهم في تحديد الأولويات ومراجعتها،
وأيضا مراقبة وضع الكلية ودورها المخطط لها في رؤيتها ورسالتها وأهدافها وخططها الاستراتيجية. أيضا من الخطط التي وضعناها في مجال التطور إلى الأمام توسيع مشاركتنا في تف في توسيع العضوية من مشاركات الكلية وغيرها من كليات القطاع الصحي في الجامعة. وأيضا من الخطط التي يضعها مركز تطوير التعليم هو الآن يعمل على تدريب وتطوير فاكولتي ديفلوبمنت في كلية الطب وجميع كليات القطاع الصحي، ونعمل على زيادة مشاركة بقية كليات القطاع الصحي في التدريب والتطوير في المركز، وعلى المساهمة في إنشاء وحدات لتطوير التعليم داخل كليات القطاع الصحي الأخرى بالجامعة. ولدينا خطة أيضا لتوسيع برنامج الانتر بروفيشنال إديوكيشن إنه يدخل في مراجعة المنهج القادمة في بعض الكورسات بصورة واضحة وفي كورسات بالمشاركة مع بقية كليات القطاع الصحي. بصدد الكلام عن التحالف القومي في السوشيال أكاونتابيليتي حيواصل دكتور وائل. شكرا جزيلا فدوى. وزي ما ذكرت يعني الكلية صراحة عندها العديد من الخطط، ودي كلها بتتناسق تماما مع الخطة الاستراتيجية للكلية 2020 لغاية 2025، واللي على رأسها Leadership and Excellence in Community Service and Social Accountability. صراحة الكلية بتسعى بكل قوة إن شاء الله إنها تقوم يعني زي مركز أو يعني عندنا سمة أو يعني براند نيم في السوشيال اكاونتابيليتي يعني على المستوى ما الاقليمي بس على المستوى العالمي. ويمكن يعني من اهم الوسائل اللي بنسعى عليها هي طبعا الاستمراريه في الشراكات الذكيه اللي عندنا مع المجتمع والنظام الصحي والكوادر الصحيه والقطاع الصحي، ويعني والاستمرار كذلك في يعني الانجيجمنت بتاع المجتمع. يمكن الحاجه اللي بتتميز بها جامعه الجزيره انه يعني الممثلين المجتمع وقادة المجتمع ممثلين تماما في مجلس الجامعة وفي مجالس الكليات، من ضمن مجلس كلية الطب عندنا ممثلين المجتمع. وبنسعى حسا لخطوة كمان أكبر زي ما قالت فدوى إنكم عندنا يعني مجلس للمسؤولية الاجتماعية. المجلس ده حيكون هو عليه ولا يعني حيطلع بإنه تنفذ كل هذه الخطط إن شاء الله في سعينا ان نكون يعني عندنا قياده ورياده واضحه جدا في شان المسؤوليه الاجتماعيه على المستوى الاقليمي والعالمي. يمكن برضو واحده من الانجازات حققتها الكليه في هذا العام 2021 انها انضمت بصوره رسميه للسكرتاريه بتاعت شبكه الاتحاد نحو الصحه. الحمد لله هسه الكليه في ضمن الخمسه او سته كليات بيمثلوا السكرتاريه العالمية للشبكة الاتحاد مع الصحة، وده برضو من إنجازاتها الكبيرة. ودورنا في السكرتارية دي بالذات في مجال المسؤولية الاجتماعية عندنا حاجات إحنا متفقين عليها إنه نزيد العضوية، نساهم في زيادة العضوية في الانضمام للشبكة والتوسع والتطوير في نشر الثقافة بتاعت المسؤولية الاجتماعية من خلال الوحدة من الأمثلة ليها هي التدريب الفكرة ديفلوبمنت. ويمكن عندنا برضو واحدة من الحاجات اللي احنا فيها عندنا رياده هي كان عملنا زي اونلاين كورس عن السوشيال اكاونتابيليتي، فيها عن الكونسبتس والبراكتس والفكرتي ديفلوبمنت، وفيها كميه بتاعت اكسرسايزز. وبعدين شاركونا فيها عدد من رموز او من خبراء التعليم الطبي والمسؤوليه الاجتماعيه بما فيهم تشارلز بولينج اللي هو الفازر اوف السوشيال اكاونتابيليتي. فدي يمكن يكون واحدة من الكورسات الأونلاين المميزة جدا والغير مسبوقة يعني. وبرضو من الأنشطة الغير مسبوقة ويعني نالت اهتمام كبير جدا في إقليميا وعالميا هي الناشونال ألايانس أوف سوشيال أكاونتابيليتي أوف ميديكال سكولز. وزي ما ذكروا الإخوة نيكست محمد، دي واحدة من المجهودات المهمة جدا. يمكن الحاجه اللي قدامنا دي هي بتتكلم عن الكورس اللي اتعمل بتاع السوشيال اكاونتابيليتي، واللي هي بيساهم بصوره مهمه جدا في فكره الديفلوبمنت بالنسبه للاساتذه بالنسبه للطلاب وبالنسبه للليدرشيب في كليه الطب على المستوى القومي
الإقليمي. Next. Next محمد أنور. فدي عودة تاني لموضوع الـ National Alliance اللي هو ده التحالف القومي اللي بين يعني التحالف القومي للمسؤولية الاجتماعية لكلية الطب، ويمكن ده كان ثمرة بتاعت شراكة مبادرة أول حاجة من مركز تطوير التعليم الطبي كلية الطب جامعة الجزيرة بالشراكة مع الشبكة العالمية للاتحاد نحو الصحة والتجمع العالمي للمسؤولية الاجتماعية والأمير والمجلس الطبي السوداني ورابطة عمداء أو رابطة الكليات الصحية السودانية، وتوجد بمؤتمر كان مشهود في أواخر ديسمبر 2016. ونكست أنور. يمكن المؤتمر ده من المؤتمرات المميزة جدا في المسؤولية الاجتماعية والتعليم الطبي في الآونة الأخيرة على المستوى القومي والإقليمي، وعرضنا يمكن التجربة دي برضو في بعض المؤتمرات العالمية، وكان عندها يعني أثر كبير جدا، لأنه يمكن يعني زي ما قلنا تجربة سباقة جدا ورائدة، والناس كانوا بيسألوا منا إلى الآن إنه وصلتوا فيها لوين، لأنه هي كانت تجربة فعلا جديدة إنه يكون في تحالف يعني بضم الكليات الطبية والكليات الصحية في 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 المستوى القومي، إنهم مع بعض يعني يقدروا يعني ينفذوا برامج مشتركة، وده كان الغرض أساسا من بناء هذا التحالف اللي هو إنه يكون في يعني مجهود مشترك collaborative work، وبعدك يعني شير او مشاركه للتجارب المختلفه، وبعدين عمل خطط عمل مشتركه، عمل بحوث مشتركه. فدي المحاور الاساسيه اللي كانت ناولتها التحالف القومي للمسؤوليه الاجتماعيه، هي الاوبجكتيفز والبرفورمانس انديكيتورز، وبرضه كان في المحور بتاع الالاينس جفرنس، وهدي فيها شراكه زي ما قلنا بقياده كليه الطب جامعة الجزيرة، وكذلك التشالنجز والاوبورتونيتيز المقولة الموجودة عندنا حقيقة في السودان في الكليات الصحية. وبعدين برضو كان في محور عن الاكريديتيشن ستاندردز والميكانيزمز بتاعتها، وزي ما ذكر الاخوان انه في الاكريديتيشن جزء كبير وجزء اساسي فيه هو حاليا المسؤولية الاجتماعية، وطبعا بلا شك لازم يكون في دور، واللي هو ده المحور كان الخامس للستيك هولدرز والادوار المختلفه لكل الشركاء في ما يلي التحالف، في ما يلي المناهج، في ما يلي العمليه التعليميه، في ما يلي خدمه المجتمع. فدي كانت المحاور الاساسيه. المجتمع المكتب بتاع التحالف موجود في كليه الطب مركز دكتور التعليم الطبي، يمكن لبعض الظروف السياسيه والاقتصاديه زي ما عارفين فتره الثوره وكده حصلت فترة بتاع الجمود، لكن الحمد لله احنا عندنا بعض الخطوات وعندنا خطط ان شاء الله حترى النور قريب. ويعني افتكر التحالف ده يعني من اهم الخطط في المستقبل القريب والمتوسط من الخطط، لان الحاجة المهمة فيه انه يعني حنستصحب عد مجموعة من كليات الطب لنشر الثقافة بتاعت المسؤولية الاجتماعية، ونعمل خطط مشتركة ونعمل بحوث مشتركة، وكلنا نساعد بعض وتتضافر الجهود انه يكون عندنا تميز كبير جدا جدا للمسؤولين في المسؤولية الاجتماعية وفي خدمة يعني مجتمعنا ومواطنيننا. ودي طبعا يمكن يعني من اهم الادوار اللي اصلا بتقوم بها الكليات الصحية. يعني نكست محمد، اذا كان في ممكن نرجع خطوة ثانية. محمد معلش السلايد اللي قبلها، وبعدك شوف ما اعرف جمال لو عندك جمال. ايوه تعقيب. مدير مركز تطوير التعليم الطبي كليه الطب جامعه الجزيره جمال مصطفى، لو عندك تعقيب او اضافه او دور المركز في الفتره الجايه دي في ما يلي المسؤوليه الاجتماعيه. دكتور جمال لو عملت ميوت لنفسك. دكتور جمال جمال سامعنا ولا؟ ما مشكلة، يمكن في الأنوار. دكتور جمال؟ ما
شبكة شكلها ضعيفة شوية عندنا. يمكن قد تكون ضعيفة يا أنور، ما في مشكلة. يعني المهم في الموضوع إنه طبعاً كل هذه الخطط. أوكي. لا الشبكة ضعيفة دكتور جمال. مقطع شوية. السلام عليكم. عليكم السلام جمال. افتكر ممكن ما في مشكله يعني. السلام عليكم دكتور جمال، الصوت ما واضح. خلاص اتس اوكي. اخونا جمال مصطفى عبدالله هو مدير مركز وزير التعليم الطبي والدروس في كليه الطب جامعه الجزيره، ويعني طبعا المركز عندنا يعني دوره متقدم جدا في الكليه ومنذ نشاه الكليه. يعني يمكن احنا التعليم الطبي بمفاهيمه بأدواره بدأ عندنا بدري جدا الناس المتابعين، والحكاية دي كان بتقتضي الضرورة بتاعت إنه نحن بدينا بنظام مستحدث أصلا. يعني ما بدينا بنظام بتاع مناهج تقليدية معروفة، لا بدينا بنظام جديد جدا فيه المنهج المبني على المتوجه للمجتمع بمحتواه، والفيه التدريب داخل المجتمع اللي هي الأنشطة التدريبية وبالمفاهيم الجديده بتاعت انه الطالب هو محور التدريب وفي التكامل بتاع العلوم السريريه. فده تطلب من الاول انه يكون عندنا تدريب للاساتذه. يمكن احنا الاساتذه عندنا الرعيل الاول ده كله اخذ تدريب في التعليم الطبي خارج السودان، من شيكاغو، من ماكماستر كندا، من ماستريخت في هولندا، من داندي والى ذلك. بعد كده الرواد الاوائل الاول الجيل الاول بدا يعلم برضه في الاجيال اللي بعده. عشان كده كان احنا عندنا الخصوصيه في التعليم الطبي في جامعه الجزيره انه وجود المركز وجود الوحده بتاعت التعليم الطبي بدات منذ بدايه الكليه، لانه كان في ضروره انه يكون في تعليم، يعني في تدريب في التعليم الطبي عشان نقدر الناس تقدر تنفذ هذا المنهج المستحدث والمتطور. والحقيقه احنا بنقول عليه منهج سابق لاوانه. يعني الليله لما تقرا الاخ انور والاخوان المتابعين، لو قريت الكتيبات المشرط بمناسبة تخريج أول دفعة كان فيها كلام عن الجزيرة وتوجهها والوسائل الحديثة في التدريس وفي التقويم، اللي هي دي الحاجة اللي لها أكثر من 40 سنة وحس الليلة الناس بتكلموا عنها في التعليم الطبي في كل العالم. نحن صراحة يعني يمكن ينقصنا كثير من زي ما تحدثنا سابقا في التوثيق وفي الإعلام، لكن حقيقة نحن سابقين يعني الناس كثير جدا جدا. والتعليم الطبي عموما في السودان تعليم قديم، والتعليم الطبي عموما في السودان يعني سابق في الاقليم، سباق جدا وقديم جدا يعني. فيعني المركز مركز وزير التعليم الطبي يعني يمكن هو راس الرمح، هو القلب النابض، هو على عاتقه تطوير المنهج والمراجعه الدوريه اللي بتتم للمنهج. ويعني كل هذه البرامج اللي بنحكي عنها دي هي تحت مسؤولية وتنفيذ المركز. المركز بيقوم بدور كبير جدا جدا، وتعاقب عليه عدد كبير جدا من الأساتذة المميزين جدا. وطبعا الكلية كلها واحدة من الحاجات المتميزة خالص زي ما قال ابننا ياسين، انه بنشكر كل الناس اللي شاركوا في الموضوع بتاع الايسات والمسؤولية الاجتماعية. الفضل ما بيرجع لمجموعة بسيطة، لا بيرجع لشغل متراكم عبر الزمن. يعني شاركوا فيه الطلاب والاساتذه. اللجنه دي ما كان عليها الا ان تجمع حاجه اصلا هي موجوده يعني. فدي السمه بتاعتنا، ودي الحاجه اللي احنا اصلا بنعملها كل يوم، وما في شيء الفناه، ودي الحمد لله دي الحاجه اللي ماشيين بها. ويمكن لابد برضه نذكر يعني اساتذه اجلاء بالاضافه لبروف هشام حمد، استاذنا القدير بروف عمر احمد مرغني، وبروف عثمان خلف الله، وبروف عوض الصيد عليه رحمه الله، يعني من الرعيل الاول اللي اسس الجامعه دي لابد، وغيرهم يعني ما يمكن المساحه الزمنيه ما تكفي، لكن صراحه يعني عباقره وضعوا نظام قوي جدا. نحن ستيل ماشيين بالمومنتم حقهم، وبنحاول نطور ان شاء الله، نسال الله نكون على قدر المسؤوليه يعني. ما اعرف الاخ انور اذا في اسئله او في تعقيب او ممكن نضيف حاجه. شكرا جزيلا دكتور وائل وبروف السنوسي وبروف سلوى السنوسي ودكتور جمال ودكتور فدوى وأحمد خالد ودكتور ياسين ودكتور محمد.
على العرض وعلى الويبينار اللي تقدم. صراحة يعني لخص لحد كبير جدا يعني تجربة الجامعة منذ إنشاء في العام 75 وحتى الآن، وعكس الأهمية بتاعت تبادل الأجيال يعني من أستاذنا بروف الشيخ حماد وحتى يعني ابننا أحمد خالد الدفعة 42. والأجمل برضو يعني يمكن كان العرض مصحوب ببراهين وأوراق علمية نشرت في مجلات مرموقة جدا، وإن شاء الله يمكن بنهاية الويبينار نحن حنشارك كل الأوراق دي مع الناس، وفي أفلام وثائقية برضو حتشارك مع الناس على أساس إنه إن شاء الله نتمنى إنه يعني نشوف أكثر من كلية في 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 في, في هذا المنح. أنا عندي أسئلة لكن نفسك الحدي أولوية في الأسئلة للأساتذة والزملاء الموجودين معانا هنا في الويبينار والزملاء في 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 زوم، وأيضا الزملاء الموجودين على الفيسبوك ممكن يكتبوا الأسئلة في الشات. فبالنسبة للزملاء الموجودين على زوم ممكن نستخدم خاصية رفع اليد لبداية الأسئلة. رحب يا دكتور محمد برضو ببروفيسور إبراهيم باني، شايفه موجود هنا في ضمن الحضور. أيوة أنا أفتكر بروف إبراهيم. نعم عملت لك ميوت يا بروف إبراهيم، لو سامعنا ممكن تعمل ميوت للمايك. أهلا مرحبا. يا بروف بس على صوتك شوية لو سمحت. بروف إبراهيم، بروف إبراهيم باني هو من المؤسسين ومن الجيل الأول في الكلية من أعضاء هيئة التدريس. اتفضل بروف باني. أهلا، في الأول أحيي منسوبي الكلية من الطلاب والأساتذة. أنا ما من الرعيل الأول لكن من الرعيل الثاني. الثاني. كمساعدي تدريس مع بداية الكلية. وبالنسبة للمسؤولية الاجتماعية أنا أفتكر جامعة الجزيرة متقدمة جدا، يعني قبل 10 سنين من يعني من 5-6-8 أنا بذكر بدأت القصة دي وذكرها في موضوع أنه كان في مجاعة وفي قافلة طلابية مشيت معهم لغرب المناجل، وكانت المجاعة شديدة جدا وحصلت لنا يعني بعض القصص، ومنها ترفع تقرير مش يصروا نقابة الأساتذة للحاكم بتاع الإقليم في الوقت ذاك، والحاكم قال دي مذكرة سياسية، وفي الوقت ذاك نميري برضو ما أعلن أن السودان فيه مجاعة. بعد ذاك بدأ الضغوط حتى انظهر قصة المجاعة وبدأ نشاط برضو الجامعة والكلية في المجال ده يعني في المسؤولية الاجتماعية. ثانيا برضو مسؤولية اجتماعية برضو في الكورس، أنا ما أنسى آخر كورس درسته في جامعة الجزيرة اللي هو بتاع الفيلد تريننج، انترديسيبلينري فيلد تريننج بروجرام. انا بالمناسبه غادرت جامعه الجزيره في يوليو 88 وما رجعت مدني الا مارش 2019 بعد 30 سنه، فكن جيت زياره just for 2 hours مدني بس، ما تمكنت ازور الجامعه كلها لكن زرت المركز بتاع النيل الازرق، فمن ضمن إطار زيارة مع جامعة ويل في موضوع الـ Public Health Program، ويل سودان Public Health Program. وفي المناسبة دي أود أن أشيد بخريج جامعة الجزيرة في محل ما أقابله، معناه طبعا going around من أمريكا للميدل إيست، العراق، بيروت، الأردن، السعودية، حاليا في الأمارات. فريالي الواحد بيفتخر جدا جدا بخريج جامعة الجزيرة ومحل مقابلين، وآخر دفعة درستها الدفعة 9 يعني بسين، فيعني فعلا الواحد بيفتخر جدا كل ما يسمع جامعة الجزيرة وبالإنجازات العظيمة دي، وهي يعني متجهة نحو العالمية، يعني ما جس بدت كجامعة الجزيرة في السودان بقت ريجنال، وهسا أنا افتكرها هي في ماشية في الاتجاه العالمي يعني. و اتكلمت قبل أثناء السيشن ده مع البروف بشير حمد أستاذنا، فهو كان اتكلمت معه قبل أسبوعين على أساس يحضر السيشن ده، فاعتذر قال ما يتمكن يحضر،
لكن بحييكم وأشكركم يعني. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا بروف ثاني. دكتور مبشر. المبشر كان أميوت. أيوة. السلام عليكم. السلام. السلام مرحبا. المبشر الدفعة 18. تحية للأساتذة الأجلاء. تحية للسيد العميد. صراحة يعني جامعة الجزيرة كتاب لا ينتهي. يعني في لساني حديث الواحد يعني من لا يشكر الله لا يشكر من لا يشكر الناس لا يشكر الله. دي يعني التحية والتجلل لكل الأساتذة وللطلاب. تقريبا يعني الواحد بفضل الله كل حاجة بيعملها كان السبب فيها الكوريكولم والإنفايرمنت الموجود في الجامعة. يعني أنا خريج الدفعة 18 خرجنا في 2002 نهايتها. حاليا أمس أنا كان عندي انترفيو مع تدرس الديركتور بتاع دبلت شو بخصوص الكوفيد وبخصوص البلان بتاعت الإميرجينج إنفكشن. حيكون واحد من الإكسبرت اللي حيضعوا الفيوتشر بلان. وصراحة وأنا بعمل في الانترفيو كل الإكسبرينس وكده بتعود للمنهج اللي هو البروبلم أورينتيد والكوميونيتي أورينتيد والشغل اللي كان التأسيس في اللي هو أخذنا في الجامعة. يعني صراحة أدتنا إيمان والقوي جدا بضرورة خدمة المجتمع. يعني حبيت بس أشارك في السيمينار ده وأنا الآن على سفر في الطريق عشان أشارك في كونسلتنسي تبع WHO في مجال الزونتك ديزيز. إذا كان في بعض الاقتراحات المهمة جدا السوشيال اكاونتابيليتي في الجامعة ممكن تكون سنتر. ده جانب مهم جدا. الحاجة نحن بنعاني منها ما في ببليكيشنز كثيرة عن جامعة الجزيرة صراحة. يعني هي عبارة عن قصص وتجارب لم توثق التوثيق اللي بيعطي حجم الجامعة. يعني إذا كان بالعربي ولا إذا كان بالإنجليزي خصوصا في ظل التنافسية عالية جدا حتكون قادمة. فيعني إذا كان من توصية الجامعة تعاني من الجانب المعني بالتوثيق والببليكيشنز. يعني لا نجد بحوث كثيرة في هذا الجانب يعني. وبالنظر إلى جامعات حديثة في الريجون الآن عدد الببليكيشنز كثيرة. فإذا كان من توصية لابد من اهتمام بالموضوع توثيق الجامعة توثيق علمي بحيث إنه لا نفقد الريادة. لأنه في جامعات كثيرة الآن عندها ريسورسز وفي دعم من الدولة. في الجانب ده مهم جدا يعني. إذا كان من توصية برضو البيزنس كيس بتاع الجامعة إلى الآن يعني في كثير من الجامعات جون هوبكينز ماكارير يونيفرسيتي تحولت الجامعة إلى بيزنس سنتر وكونسلتنسي بيقدم كونسلتنسي عالي جدا بالنسبة لليو إن وبالنسبة للجامعة. الآن مفروض تفكر كيف تحول الكلام ده لبيزنس لأنه يعني السستينابيليتي مهمة جدا. يعني لن تواصل الجامعة بالذات في ظل حالة الفقر الآن. السوشيال اكاونتابيليتي حتتأثر جدا بالجوانب يعني المادية. احنا نكون صريحين جدا يعني قد يكون مجتمع الجزيرة عنده خصوصية. الخصوصية دي هي أسهمت في انه السوشيال اكاونتابيليتي تنجح في جامعة الجزيرة. ده جانب مهم جدا في نجاح التجربة الكوميونيتي نفسه. وهي التجربة في بعض المجتمعات ما كانت ناجحة مثل مجتمع الجزيرة. فيبقى سعادة العميد ومركز التعليم الطبي وجامعة الجزيرة كيف نحول التجربة بتاع جامعة الجزيرة لبيزنس كيس. والبيزنس كيس ده حيقدم دخل للجامعة كبير جدا وهو حيثهم إسهام مباشر في تنمية الجامعة واستمرارية التجربة الناجحة. يعني دي وأنا على سفر يعني وفي الطريق إلى المطار شاركت في هذا يعني السيمينار. و يعني دكتور المبشر عندي لك سؤال. هل أنت ضمن
رابطة الخريجين بتوع كلية الطب جامعة الجزيرة دكتور المبشر سامعني انت؟ ما يكون ركب الطيارة. اعتقد انه تقريبا طيب ده سؤال برضو عليك الله داير الناس يستصحبوا معها الناس اللي حيجوا لاحقا وبعدين برضو دكتور وائل ودكتور محمد حسن ومحمد الحسن كلكم دارين نعرف يا اخواننا الدور بتاع رابطة الخريجين لانه دي واحدة من الحاجات اللي بندعي لها احنا مجموعة الباحثين السودانيين انه في دور مفقود في كل الجامعات السودانية ومؤسسات البحث العلمي السودانية اللي هو دور رابطة الخريجين في انه يعني تساهم في ترقية الجامعة والحاجات دي يعني هذا المقترح اللي ذكره الدكتور مبشر ده في موضوع البيزنس كيس وانه دي حاجات يفترض ان رابطة الخريجين جامعة تكساس اي ان ام رابطة الخريجين بتاعتها تبرعت للبحث العلمي بتاع الجامعة بأكثر من 60 مليون دولار فرابطة الخريجين نفسها بفيها ناس بيزنسز وناس كونسلتنس وناس عندهم اكسس وكده وبيكونوا طوال متواصلين مع الجامعة دارين بالله برضو في النقاشات الجاية دي تستصحبوا لنا الموضوع ده دور رابطة الخريجين أنور طبعا الموضوع بتاع رابطة الخريجين ده يتكلم فيه عميد الخريجين ورئيس رابطة الخريجين بروف السنوسي ممتاز جدا عميد خريجين جامعة الجزيرة أول خريج يا بروف السنوسي ها ايوه البروف السنوسي خريج الدفعه الثانيه طبعا وبعدين يعني اول خريج من الجامعه يتولى منصب مدير الجامعه وهو طبعا من اوائل الناس اللي انشأوا رابطه خريج الجامعه نتركه المجال يتكلم احسن شكرا جزيلا والله فعلا موضوع مهم جدا وهاجس من الهواجس الكبيره والبوتنشياليتي موجوده جدا والانترست في مساعده الجامعه موجوده جدا والمحبه والانتماء بتاع الخريجين انا اراهن واثق في اسره عمياء ففعلا انا اتفق معك واتفق مع محمد الحسن والاخوه انه ممكن يكون واحد من الواي فورورد الممكن تحسن كثير من الاشياء الحاليه والرابطة مكونة وهسه بدأ اتجاه جديد في قيادة أخونا ديادين مستر ديادين إنه يكون في رابطة خاصة بالتك يكون الكلام عن رابطة بتاعت الجامعة أزهور هسه كمان في خصوصية أكثر كمان حتنشط أكثر حتقوم أكثر رابطة خريجي كلية الطب تحديدا والآلام الكبير جدا في الخير اللي ممكن يجي من خلال الحته دي وبيجي ما بيجي كالتزام بيجي كمحبه ما بيجي كغصب فدي اجمل حاجه فيها يعني انا ممكن برضو اضيف انور انه طبعا احنا الحمد لله يمكن هسه برضو يعني قريب عملنا مكتب للخريجين بصوره رسميه ومسؤول منه احد خريجي الكليه وهو استاذ في الجامعه برضو وبدأ يتواصل مع عدد مقدر من الخريجين وبعدين بدأنا نتواصل معهم برضو بعدين يمكن في روابط كثيرة جدا للخريجين كلية الطب ذاتها فهسه بقى في تنسيق جاري هسه الآن إنه يعني تتم تسمية بعض الخريجين مثلا واحد أو اثنين من كل دفعة يكون عندهم جسم واحد وبعد كده برضو طبعا هم عندهم انتماء وعندهم بعض الحياة اللي بتخصهم علاقتهم بالكلية دي نحاول نسهل لهم بعض الإجراءات اللي بيطلبوها وكده وفي نفس الوقت هم برضو عندهم دور صراحة ودورهم ما وقف يعني يمكن عندنا حتى الدعم المادي في الدفعة 15 دي عملت قاعة كاملة الدفعة 13 سنة قاعة كاملة من الأول والجديد في دفعات هسا برضو بتقدم دعم مادي في دفعات خريجين مشاركين منهم الاخ محمد حسن طه محمد حسن عبدالله في 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 التدريب الاساتذه وفي تنفيذ البرنامج بتاع ماجستير التعليم الطبي وبرضه هسه قاعد نكون في مجموعه للبحث العلمي وللكونسلتنسي ممكن زي ما قال مبشر عن طريق المركز ففي افكار جوين اون دايره تنسيق زياده دايره بلوره زياده لكن بالتاكيد يعني في دور مهم جدا كلام ابسولوتلي رايت وبرضه من خلال الكرسي البحثي برضه بتاع بشير حمد اللي هو ده
اعتمد ريسنتلي من التعليم العالي، وده من خلاله ان شاء الله متوقعين يشاركوا فيه قدر يعني من الخبراء في التعليم الطبي من خريجين الكليه من الاساس في الكليه، ودي برضو هتساعد جدا في التوثيق للتجربه بتاعت الجامعه والنشر الادله في الدوريات المعروفه يعني عالميا واقليميا ان شاء الله. معنا بروفيسور علي حبور العميد الاسبق للكليه، اتفضل بروف علي. بروف حبور، بروف حبور بروف حبور بروف حبور you can unmute yourself. طيب ممكن في دكتور ياسر احمد، انا افتكر ممكن ناخذ الفرص وبعدين ثاني الناس تعقب على دكتور ياسر احمد. دكتور ياسر احمد، طيب في دكتور ابو عبيده ياسين، دكتور ابو عبيده ياسين، بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اول حاجه انا سعيد جدا بهذا اللقاء، وسعيد جدا بانه سمعنا من أساتذتنا وأخواننا الزملاء خريجي جامعة الجزيرة. أنا لست مستغرب هذا الإنجاز على هذه الكلية، لأن أصلاً الكلية زي ما الأخوة الزملاء تكلموا إنها بنيت على موديل هو نموذج لحاجة متفردة ذات تايم يعني، واستمر هذا التميز بتاع الكلية في مخرجات المختلفة يعني. فأنا بس عندي مداخلتين، الأولى إنه ما في حد بينكر دور الكلية في السوشيال أكاونتابيليتي على المستوى المحلي، لكن أنا أيام ورد أبوت المنطقة وأفريكا والمستوى العالمي، وسعدت جدا بكلمة العميد إن هم في خطتهم إنهم يعني بنظروا لهذا الشيء. أنا 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 على ما أعتقد إنه بصمة جامعة الجزيرة كلية الطب جامعة الجزيرة هي السوشيال أكاونتابيليتي، اللي هي مفروض تكون هي التريد مارك، العلامة التجارية لها ورلد وايد، ما فقط على المستوى المحلي. انا اي هوب ذات من خلال عده استراتيجيات انا ام شور انه الكليه قادره. الشيء الثاني والمهم جدا، الكليه عندها باع طويل جدا في الهيلث بروفيشن ايدوكيشن ات ديفرنت ليفلز، كان فاكولتي ديفلوبمنت، كان ماستر ديجري، كان فيلوشيب ولا شيء. انا افضل انه يكون في ديجري متخصصه للسوشيال اكاونتابيليتي برضو على يعني to be announced على مستوى العالم ك one of the unique or one of يعني نقول شهادة على مستوى العالم تكون فريد من نوعها يعني. وأنا I hope that هحكي تجربة يعني جامعة الجزيرة، الإمباكت بتاعها ما فقط على المجتمع المحلي. أنا خريج جامعة الجزيرة وأعمل الآن في كلية الطب جامعة جيزان، محمد الحسن كان معانا وبروف باني كان معانا، أخذني الاعتماد البرامجي العام الماضي في جزئية في السلف الصدر ريبورت بتتكلم عن الكوميونيتي بارتنرشيب. الكلية من قامت طبعا انتوا عارفين تأسست كيف كلية الطب جامعة جيزان، أسسوها أبونا الله يرحمه بروفيسور عبدالله صالح وبروف باني اللي يديه الصحة والعافية، وجا كمل المسيرة معهم محمد الحسن، ونحن جينا أخذنا معهم الراية في مجال الميديكال إديوكيشن. كانت إشادة من الريفيو بانيل على 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 فكره نشاه البرنامج، لان بنيت على نفس الفكره بتاعه كليه الطب جامعه الجزيره. وانا بعتقد انه ناس الجزيره الجو واسسوا الكليه شالوا روح الكليه معاهم واسسوا بها كليه الطب جامعه جيزان. فانا صراحه سعيد جدا جدا واشكركم، وانا اتمنى انه النقطتين اللي قلتهم يلوك فورورد فور جلوبال يعني نعاين للعالم الخارجي، نعاين لانه يكون في ستراكشر تريننج بروجرام
على المستوى العالمي أو المنطقة أو مستوى أفريقيا أتليت. شاكر لكم تحت هذه الفرصة، وربنا يدينا الصحة والعافية، وفقكم دوما ومزيد من الإنجازات. شكرا. ألو ألو ريدا ياسين. علي حبور. علي حبور خاشي. تفضل بروف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني سمعت ال ال الويبينار ده من الأول وحقيقة ممتع جدا، وأنا أفتكر ده يعني should be documented وريكوردد عشان ده يكون مهم. عندي بعض التعليقات. الحقيقة واحدة من السوشيال accountability domains اللي هي linking medical education to health service، ودي واحدة من الأريز اللي الناس ما طرقوها كتير. يعني جامعة الجزيرة غير إنها زي ما ذكر بروفيسور محمد السنوسي إنها ساعدت في upgrading of health services في rural community، لكن عندها رول كبير جدا في curative medicine. السنتر اوف اكسلنس قامت في مدني، سواء كان مركز القلب والكلى وجراحة الأطفال والمناظير والذرة، دي وراها كانت effort مشترك بين جامعة الجزيرة ووزارة الصحة. فدي should be documented لأن دي حاجة مهمة جدا. والحقيقة عرضت paper كان في موزمبيق، وكان الزمن ده كنا مشتركين مع الأمريكان في الـ evaluation of medical education in sub-Sahara region. كان حضروها زي 165 عميد كلية الطب أفريقي، فأعجبوا جدا في الطبيق كان linking medical education to health service. فعرضت لهم دور جامعة الجزيرة في قيام هذه المراكز اللي ساعدت في السيرفيس وفي الريتينشن اوف ستاف. يعني هنا عندنا ناس عملوا سب سبيشاليتيز، لولا وجود هذه السنتر اوف اكسلنس كان هؤلاء يعني الاساتذه رحلوا وفاتوا وخلوا البلد. فدي واحده من الارياز شود بي دوكيومنتد وتبرز للناس في الـ في الـ في في المستقبل، يعني تضاف الى السوشيال اكاونتابيليتي. إن يعني area بتاعت retention of staff in areas where they are needed. الحاجة الثانية، المقترح الثاني اللي هما نحن هسه الآن وصلنا مرحلة من التميز ممتازة جدا، لكن لابد من وضع استراتيجية للمحافظة على هذا التميز. يعني this is very important. أنا أفتكر تكون في لجان، هذه اللجان تكون حارسة هذا التميز، ما يحصل تراخي في اي اريا. واذكر انه على مستوى الجامعه، افتكر لما الجامعه اخذت جوائز الكثيره تكونت لجان، هذه اللجان كان الغرض منها المحافظه على التميز sustainability of this excellence. دي حاجه مهمه جدا. في نقطه ذكرها مبشر اللي هي الريسيرش. يعني الحقيقه يعني انت هسه لما تعاين للسوشيال accountability يمكن 2 or 3 papers اللي اتكتبت بس في هذا المجال، بالرغم من الـ يعني الهالة المعمولة حولنا، لكن زي ما قال مبشر this is not documented internationally في literature. فأنا أفتكر حقه الناس يعني في الفترة الجاية دي يحاولوا يعرضوا العمل بتاعهم ده في papers في international journals، وخاصة عمل الطلاب over the years. ده عمل ضخم جدا، عمل ضخم جدا، نحن بنحكيه كقصص، ولكن it was not documented as research papers. أنا أفتكر دي area حق الناس والله الجهود كلها توجه للحكاية دي. الحال المقترح الثاني اللي هو لو لاحظت للآيسات اللي هي الأريز الفيزز الثلاثة والدومين الاثناشر، لما انتجل الستاف ديفولوبمنت تلقانا لسه إحنا في ستيج 1. وأنا أفتكر دي area حق الناس يخلوا لها بالهم، يعني ديلك كلهم في فيس 3، لكن لما انتجل الستاف ديفولوبمنت وتنمية الأستاذ وتدريب الأستاذ نحن لسه في فيس 1، ودي قد تكون واحدة من الحياة القاصمة الظهر. فلا بد إنه إدارة الجامعة في الفترة الجاية تهتم بتدريب الأستاذ وترجع السبتك اللي في الزمان اللي كانت موجودة اللي وقفت لها 30 سنة، إنه الناس to be exposed للإكسبيرينس في العالم الخارجي. فأنا أفتكر دي أريا مهمة جدا. بروفيسور الشيخ محجوب كل ما قابله يقول لي يا دكتور علي أنتوا ما كتبتوا the impact of جزيرة medical school on medical education سواء كان local, regional ولا international. فأنا أفتكر حقه تكون في
يعني بيبر قوية جدا عن الامباكت اوف جزيرة ميديكال سكول اون ميديكال ايدوكيشن. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ بروف حبور. ان شاء الله كل النقاط ذكرت الان موجهه لاداره الكليه وان شاء الله يعني توضع بعين الاعتبار. انا افتكر نواصل في الـ في الـ في الـ في الفرص وننتظر التعقيب من المقدمين الويبينار في دكتور ياسر ودكتور محمد حسن احمد. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. أنا ياسر أحمد محمد الحسن، مشارك جامعة المعرفة في الرياض. وحقيقة يعني سعيد جدا يعني دراسات العليا أيوة. إنه اليوم يعني تواصلت مع أخوة أعزاء يعني أساتذة جلاء وسمعنا صوتهم وشفنا صورهم يعني و أبعدتنا عنه المسافات يعني أستاذنا بروفيسور السنوسي وبروفيسور سلوى دكتور وائل والمحمدين. بدءاً يعني أحب برضه أشكر مبادرة الباحثين السودانيين في الندوة. حقيقة الإنجاز يعني جامعة الجو وجامعة الجزيرة وتم تصنيفها ضمن 10 كليات على مستوى العالم يستحق يعني مثل هذا النشاط. نشاط ضروري ومهم وفيه different dimensions يعني في رأيي بصايد إنه هو يستحق يعني إنه نحتفي ونعكس التجربة وبرضه بساعد في sharing experiences يعني اللي هي ممكن تكون road map لكثير من الكليات والجامعات مش بس على مستوى السودان لكن على مستوى العالم. حقيقة احنا يعني فرحنا جدا بالخبر وتداولناه يعني في كل الوسائط والوسائل اللي احنا موجودين فيها خارج السودان. اصلا لا يمكن نتكلم عن يعني المسؤولية الاجتماعية والتعليم المبني او الموجه نحو المجتمع او كده ما لم يعني نجيب وقفة كبيرة حقيقة لاستاذنا المبدع يعني والرائد بروفيسور بشير حمد. وحقيقة يعني هو he was very intelligent يعني في إنشاء كلية بفلسفة سباقة يعني ما كان في زيها الوقت ذاك ولا كان يعني بتخطر في ذهن إنسان طبيعي يعني. فنحن الله يسعدنا جدا يعني إنه تعلمنا منه as apprenticeship غير الكلام اللي قريناه وسمعناه وكذا لكن أتحت لنا فرصة طيبة حقيقة خلال يمكن 5 سنوات إنه نزاحمه ونجلس معاه وكذا وقفنا على التجربة بشكل لصيق وقرينا يعني الأوراق الرصينة جداً كتبها يمكن من ثمانينات القرن الماضي واللي ما زالت يعني حتى اليوم ويمكن لكثير من الزمن الجاي حيكون لها مردودة ومكانتها يعني. يمكن يعني في ممارسات في رأيي ممتازة حقيقة في الجامعات السودانية بشكل عام حتى من الجامعات المتبنية يعني ممكن نسميه conventional curriculum أو conventional schools يعني لكن في رأيي هي بيفقدها الـ conceptual framework يعني هي المفهوم ذاته بتاع social accountability رايح يعني هي الممارسة فيها كثير من social accountability ما في شك يعني وكثير من الأنشطة اللي بتقدم وتوجه نحو المجتمع وعندها رول وبالضرورة هي ساهمت كثير جدا في تطوير المجتمعات اللي هي موجودة فيها وخصوصا الجامعات اللي أنشأت في الأقاليم المختلفة في السودان كان عندها إمباكت يعني ما في زول ينكر الحكاية دي في الصحة على مستوى المجتمع تقديم الخدمات الصحية وتوسيع دائرة الخدمات الصحية وغيرها لكن زي ما ذكرت هم الحكايه دي هي الرائحه. ففي رايي يعني ده واحده ممكن من التوصيات اللي انا اوصي بها الجامعه يعني اداره الجامعه الحاليه انها تساهم في مد التعاون وبناء كولابوريشنز مع كليات خصوصا في الاقاليم لانه في تقديري يعني اتيحت لها فرصه كويسه في انه يعني يدخلوا في الطريق بصورة علمية
ممنهجة عشان يقدروا تدوكيومنت الممارسات اللي بيعملوها، يكون عندها يعني ساينتفك باك جراوند، ما تكون هي هاب هازارد او حاجات ما عندها روت او كده، ويقدروا تدوكيومنت كل الممارسات بشكل علمي عشان يثروا التجربه ويوسعوها على مستوى الجامعات السودانيه. حقيقه سعدت بفكره اقامه كورس المسؤوليه المجتمعيه، واضم صوتي يعني لصوت الدكتور السبغني في انه ممكن يعني يكون اول ديجري، يعني ممكن تكون دبلومه او سيرتيفيكيت كبيره او كده، ويعني ديزيرت موضوع كبير كده. في رايي برضو يعني موضوع رايي راي بروف حبور في انه يمكن السوشيال كونتري فريم وركس اللي عملت يعني من 1995 اللي هو بتاع دبليو اتش او والهيلث كندا والكونسبشواليزيشن برودكشن يوزابيليتي واخيرا الجلوبال كونسنسس فور سوشيال اكاونتابيلتي اوف ميديكال سكولز، ما كلها لقت الحظ. يمكن ريسنت في ايفالويشن اوف ميديكال سكولز يوزنج سي اي بي بي موديل يعني والريليشنز بتاعته مع السوشيال اكاونتابيلتي، ففي روم في رايي كبير جدا لاجراء مزيد من البحوث يعني تعكس وتعمق المفهوم بتاع السوشيال اكاونتابيلتي والممارسه بتاعته على مستوى السودان. واعتقد برضو واحده من الاشياء اللي يعني احب اشيد بها اقامه كرسي بحثي باسم استاذنا يعني البروفيسور بشير حمد، ده ممكن يكون فرصه ونواه كويسه لاجراء مزيد من الدراسات، واللي هي الدوره برضو بتخلي الجامعه على مستوى الرياده وكده. الحقيقه والله فخورين بها، فخورين بالاستاف بتاعها، وهي يعني اشراقه على مستوى الاقليم والمنطقه. نسال الله التوفيق يعني لكل من ساهم وقدم على مستوى مسيرته، وشكرا جزيلا لاتاحه الفرصه. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا جزيلا دكتور ياسر. عايز مداخله بسيطه لانه للاسف الشديد انا هضطر اغادر بالنسبه للاختبار الثاني. والله يا محمد حسن لو تقعد شويه يكون احسن، والله داير انك تقعد لانه انا عندي مقترع كده دايرك فيه وتسمع يعني. كويس شايف وعد النوم بتاعتك قربت لكن ما انت عارف الا فالحقيقه الحقيقه طبعا يعني والله اشكركم جدا على الويبينر دي، جميله جدا، وانا قعدت يعني ساعتين اسمع والواحد يعني مبسوط جدا جدا. لكن اخش في الموضوع طوارئ وما اطول على الناس. انا محمد حسن الدفعه 13. الحقيقه يعني الدار اقترحه من كلام بروفيسور حبور والكلام اللي قاله يعني عميد الكليه وبروفيسور السنوسي، اللي هو المفروض يا جماعه احنا نفكر نعمل من الويبينر دي ذاتها، المفروض يعني ما نمره الا يعني الخريجين ذاته يشاركوا بحاجه اسمها Social Accountability of Gezira University Scientific Committee، اللي هو المفروض يعني الخريجين نتكاتف ونشتغل مع الكليه في تطوير البحث العلمي عن السوشيال اكاونتابيلتي. فانا بقترح انه الناس قبل ما تنتهي الويبينر دي المفروض ان احنا نكون اخذنا ستيب فورورد في المتر ده يا جماعه، لانه كما ذكر الدكتور حبور يعني في مشاريع كثيره جدا اتعملت في الكليه، في اشياء جميله جدا اتحققت، لكن الدوكيومنتيشن ما حصل. الدوكيومنتيشن مهم ليه؟ لانه if you don't publish it it is never happened، لانه ما في زول in other part of the world will listen to that experience unless it is published. فاعتقد اذا كان في wealth of experience وفي wealth of project موجوده وفي حاجات كبيره جدا اتعملت في الجامعه، I think it is a time now انه الناس تبدا تفكر انه تعمل scientific committee to look at this project و try to publish it. ال benefit بترجع للطلاب الموجودين في الجامعه، ترجع للاستاف في الجامعه، as well as الناس ال contributing في البروجكت ده. الحاجه الثانيه اللي بدي اعلق عليها وما اطول، اللي هو يا جماعه الويبنر دي بالمناسبه انا خريج الجامعه،
لكن وجدت انه في معلومات كثيره جدا انا ما كنت عارفها من خلال الويبينار دي ذاته. فالويبينار دي ذاته انت يو كان تيك ات اند ببلش ات بالمناسبه. يعني الحاجات اللي تعرضت في السلايد دي I can tell إنه it can be published from my own experience. وكل الناس شافت يعني الحياة البابليش نو والحياة الما بابليش نو. ففي a lot of new information come out from this webinar. I think we can يعني sit down and write it down and produce it للعالم إنه العالم يستفيد. لكن أتمنى إنه قبل ما نمرق من الويبينر دي يا جماعة نفكر إنه نعمل ال social accountability of Gezira University Scientific Committee. That حيكون committee look forward to publish a wealth of experience of Gezira University على أساس دي شنو it can move forward. فأسيب القصة دي لمحمد الحسن عبدالله ومحمد حسن طاها وبقية الكوميتين يعلقوا إن شاء الله. شكرا جزيلا محمد. أنا أعتقد أنه بروف حبور مبشر أبو عبيدة كل ياسر كل مجموعة الداخلة. أنا حبدأ من 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 بروفيسور حبور الكلمة اللي قالها إنه العلاقة مع الهيلث سيستم. وأنا أفتكر دي حاجة مهمة جدا يا جماعة، لأنه ده اللي هو إذا كنا أنا قبل قلت إنه حصل تطور من الكوميونتي بيز إدوكيشن للسوشيال أكونتابيليتي، وده التطور اللي حصل إنه نحن ما فقط نكون عندنا منهج مبني أو مبني على المجتمع أو منتمي للمجتمع، وإنما يكون عندنا دور في الهيلث سيستم بحيث أننا نقدر نكفي احتياجات المجتمع الصحية. احتياجات المجتمع الصحية اللاعب المباشر فيها هو الهيلث سيستم، سواء كان بوزارة الصحة أو بكل الستيك هولدرز، ونحن ككليات طب لاعبين فيه أو ستيك هولدر فيه. فبالتالي أي كلية دائرة تكون سوشيال أكاونتبل لازم تشوف الهيلث سيستم وانه كيف ممكن تكون هي عندها دور فيه، وفي في اطار مفاهيم لها معروف. وانا افتكر بروف حبور شكرا جزيلا على على الكلمه دي. بالنسبه للريسيرش في السوشيال اكاونتابيليتي اعتقد هي مهمه جدا جدا، وده حتى في توجه عالمي للحاجه دي. في قبل 4 شهور كان في نقاش على مدى 3 شهور في كندا، نقاش انترناشونال، وكان فيه كل الناس اللي هي عندها دور في السوشيال اكاونتابيليتي. انا كنت واحد من الناس في النقاشات دي، والنقاشات دي اسفرت عن حاجتين. انه لازم يكون في اهتمام بانه السوشيال اكاونتابيليتي تكون جزء من اعتماد كليات الطب، لانه ده بيخلي الكليات تهتم بها، وانه عشان بالتالي ما في كلية تاني هتقدر حتى لو عايزة تقيم نفسها عن طريق CIPP model أو أي واحد من المودلز الثانية، لازم إنها ترجع وفي الاعتماد تكون في جزء من social accountability. وده بدأ الآن مع World Federation for Medical Education، لكن برضو في شغل أكثر شغال فيها. الحاجة الثانية هي الريسيرش في social accountability، وتحددت حاجة بتاعت 11 directions for research or big areas for research that will promote social accountability على أساس إن الناس تشتغل عليها. الآن البرودكت دي في طور إنها تطلع يعني كمخرجات وبتصاغ حاليا على أساس إنه تطلع للعلن وتنشر، وفيها تقريبا كل الكليات كل المنظمات العاملة في التعليم الطبي، سواء كانت WFME World Federation for Medical Education، كل كليات كل منظمات التعليم الطبي في الريجونز، ومعها WHO، وكانت رعاياه منظمة أو جمعية كليات الطب الكندية. فأفتكر أنه نحن إذا بدينا هنكون ماشيين مع المومنتم العالمي. برضو في الريجون نحن في Association of Medical Education in Emro Region بدينا في الجروب on social accountability، بدينا regional research group on social accountability، وبدينا نشتغل الآن عليها. لكن ده ما بيمنع إنه نحن في السودان نبدأ سواء كان research group سواء في جامعة الجزيرة أو في السودان، ويكون
يستفيد من الـ من الـ من الانبوت اللي هيجي عالميا او هيجي من الريجن. الجزيره فيها ماتيريال رهيبه جدا جدا، فيها ماتيريال ممتازه جدا جدا للريسيرش. الان في بعض الانديفيديوال ريسيرش شغاله انا نويت، ولكن ديفينتلي اذا كانت هي حاجه ويل ستراكشر وعندها خطه، سواء كانت ثرو الكرسي بتاع بروفيسور بشير حمد او حتى عندها اي مسمى ثاني، بيكون احسن، لانه بيكون فيها محاسبيه، لانه اي لجنه اي مجلس اي كرسي لازم يضع خطه سنويه 5 سنوات 3 سنوات، وفي ناس بتحاسبوا عليها، ودي بالذات دي ذاتها بتزيد المحاسبه الاجتماعيه للمجلس بتاع المحاسبه الاجتماعيه والبحوث. فبيكون بيتر زان انه تكون on individual basis. انا افتكر انه لو الجامعه والكليه تبنت حاجه زي دي كلنا حنكون موجودين فيها. قبل ما امشي داير احكي قصه صغيره والناس تتكلم عن بروفيسور بشير حمد. لما كنا بشغالين في الورك بتاع الجلوبال كونسنسس، الشغل كان على مدى 9 شهور تقريبا، وكان في الاخر في مؤتمر 3 ايام full 3 days في ساوث افريكا. بروفيسور بشير جاء تقريبا زي يوم ونص، فكنت قاعد مع دكتور شارلز بولين اللي هو الشخص تقريبا يعتبر ابو السوشيال اكاونتابيليتي الان. فقلت له والله بروفيسور بشير يعني خساره انه ما قدر يخلص يكمل كل الايام. قال لي احنا لما تناقشنا مع بروفيسور بشير في انه يجي وقال مشغول، كان عندنا واحد من اثنين، يا اما يجي اليوم ونص او نلغي المؤتمر كله، لانه لا يمكن نعمل كونسنسس بتاع سوشيال اكاونتابيليتي بروفيسور بشير ما يكون موجود وحاضر، بالرغم انه شارك في النقاشات اللي كانت قبلها. فده بيوري الناس الدور بتاع بروفيسور بشير في المفهوم، وانه فعلا في سنه 75 لما نفذ وعمل المنهج بتاع الكليه كان 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 رائد جدا جدا، وإن شاء الله ربنا يديه الصحة والعافية ويجعله في ميزان حسناته. وشكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا محمد. حناخد سؤال واحد. طيب أنا برضو دار أقول حاجة بسيطة، يعني في الخصوص ده، إحنا في مبادرة الباحثين السودانيين انتقلنا طبعا من مرحلة إن نكون مبادرة إلى منصة لانطلاق المبادرات. فأسي الكلام اللي بتقوله فيه قبل شوية ده في إنه تكون في كوميتي للسوشيال اكاونتابيليتي في الجامعة وإلى آخره، ده بالنسبة لنا موسيقى، حاجة بنحبها جدا جدا لما يكون في مبادرة حتنطلق جديدة، ونحن طوال بنقول والله وي جامب اون إت ونشوف شنو أي حاجة ممكن نقدمها نحن فيها على أساس إنها تنجح. ممكن نقدم يعني سبورت في جوانب التكنيكال اللي علاقة بالويب سايت اللي علاقة بالسوشيال ميديا وكده. فرجاء يا اخواننا، الحاجات طبعا بعض مرات كثير عندنا فورة اللبن، الناس بتفور كده وبتقوم بتهمل الـ 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 الاقتراحات اللي تقدمت بخصوص اللجنة بتاع السوشيال اكاونتابيليتي واي حاجه نحن بنتبناها تماما وطوال مستعدين نمشي فيها. فرجاء بنهايه الويبينار نكون الكلام ده يعني حسم، خصوصا انه معنا الدكتور وائل نوري اللي هو اوثورتي فيجر يعني في الكليه، فممكن ياخذ قرار. شكرا جزيلا. والله انور انا بس رأي حاجه بسيطه، انه خلونا بدل ما نبني حاجة جديدة to activate the alliance already موجود، ووائل يتكلم عنه، لأنه الالايانس هو already موجود، متفق عليه كل كليات الطب، متفق عليه كل معامل مجلس الطبي معامل وزارة الصحة، وعنده أهداف من ضمن أهدافه أنه يعمل بحوث في social accountability. فإن order not to reinvent the wheel، خلونا to activate الالاينس الموجود، وممكن من الالاينس تقوم الكليات اللجان المختلفه وبيزد على البارتنرشيب معاكم يا نور. تمام. طيب في عمار، دكتور عمار، ونسمع تعقيبات من دكتور وائل وبروفيسور نوسي وبروفيسور لوس. كويس، السلام عليكم. انا دكتور عمار صالح، خريج كليه الطب جامعه البحري ولكشرر كليه الطب جامعه البحري.
شعبة الجراحة. أنا والله سعيد جدا جدا إنه والله اتيحت لي الفرصة اليوم إنه يعني أحضر الويبينار الجميل ده. فالشكر الأول لمجموعة الباحثين السودانيين، ما جديد علينا دائما يعني بيعملون هايلايتنج للحياة المهمة دي. والشكر الأول أكيد لكلية الطب جامعة الجزيرة، يعني يمكن إحنا يعني الحاجة اللي خلتنا أول حاجة عرفنا كلية الطب جامعة الجزيرة وسمعنا عن كلية الطب جامعة الجزيرة والسيستم والكوريكولوم المميز لما عملنا الماستر بتاع ميديكال إدوكيشن مع بشير حمد في جامعة النيلين. ففعلا يعني بيحكي لنا حياه الحدهم من السبعينات بدوا فيها برامج مميزه جدا الكوميونتي بيز ادكيشن. انا بس عشان ما اكرر الكلام اللي قالوه الناس قدامي، انا اتمنى والله من قدره الباحثين الطب جامعه الجزيره انه فعلا التجربه دي لازم تكون موثقه، ويا ريت لو بقت موثقه في كوريكولم عديد موجود. الكوريكولم ده نحن نستفيد منه في كليات الطب الموجوده، ممكن يكون عندنا كالكتيف كورس، يعني احنا موجود عندنا في الكوريكولم عندنا في الكتيفز، ما في شيء بيمنع انه احنا ندخل السوشيال اكاونتابيلتي كالكتيف كورس في واحده من السنوات. فدي واحده من الحاجات اللي بتساهم في انه والله خريجينا دي اللي قدام يكون ذاتهم اوير على السوشيال اكاونتابيلتي. واحده من الحاجات برضه المهمه اتمنى انه كليه الطب جامعه الجزيره يعني مع بوادر الباحثين انه الحاجه دي تتعمم على الجامعات، انه ادارات الجامعات ذاتها واداره كليات الطب تكون عند الاويرنس على السوشيال اكاونتابيلتي واهميه السوشيال اكاونتابيلتي. يعني انت كونك بتخرج خريجين سايما يعني المجتمع هم سايبين منك حاجه، يعني دورك شنو انت في المجتمع، فدي حاجه مهمه جدا جدا قدر يعني الحاجه الملاحظه في خريجين كليه الطب جامعه الجزيره انه لانهم هم تربوا على 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 على, على, على الكوريكولم بتاع السوشيال اكاونتابيلتي والكوميونتي بيز، عشان كده بيكونوا دائما يعني الحاجه دي بتنبع من الداخل كده. فالحاجه لما الزول يكون فعلا اوير بها تفرق كثير من انه يعني تتفرض كحاجه من الايتيمز بتاعت الاكريديتيشن كده، فبتتعامل حاجه كده سوبرفيشال. لكن لما فعلا احنا تكون عندنا كالكتيف كورسز في كليات الطب، تكون عندنا كاداره الجامعات ذاتها تكون مساهمه فيها، فاكيد بيساهم كثير جدا جدا يعني. وشكرا جزيلا، شكرا جزيلا لكم، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا عمار. انا تسمرايز النقاش التم والمداخلات، يمكن كان في من دكتور مبشر في تكلم عن التوثيق وعن الاهتمام وعن البيزنس كيس والبوسيبيليتي بتاعت الكونسلتنسي، وكذلك حس طلاب الماجستير والدكتوراه على سنه يشتغلوا في المجال، وايضا جائزه المسؤوليه الاجتماعيه لكليات الطب. بروف دكتور ابو عبيد تكلم عن الديجريز والتريننج في السوشيال اكاونتابيلتي، وبروف حبور تكلم عن اهميه الفاكولتي ديفلوبمنت والاريز اوف ريتينشن اوف ستاف، وضع استراتيجيات للمحافظه على التميز، ودكتور ياسر تكلم عن الكولابوريشنز مع الاقاليم والكليات الثانيه وكيف الكليه ممكن تساعد في الكليات الثانيه في السودان في شغل في السوشيال اكاونتابيلتي والدول ديجريس. اتكلم دكتور محمد حسن احمد عن انشاء كوميتيز ساينتفك كوميتيز في السوشيال اكاونتابيلتي، واتكلم برضه دكتور مبشر عن سوشيال اكاونتابيلتي ريسيرش اجندا، واخيرا اتكلم دكتور عمار صالح عن أهمية نشر ثقافة السوشيال اكاونتابيلتي among the different medical colleagues وintroducing the concepts في الاندرجرادويت through courses زي الالكتيف كورسز. يمكن دي سمري للمداخلات التمت. يا ريت لو نسمع من دكتور وائل وبروف سلوى السنوسي وبروف السنوسي. أميوت. يعني في الأول يعني نشكر الله سبحانه وتعالى أن هي لنا هذه الندوة الراغية، ونشكر الإخوة في مجموعة الباحثين السودانيين، ونشكر المحدثين من أخواننا هنا في الجامعة، ونشكر المداخلين أستاذنا بروف الباني، يعني الحياة الجميلة نسمع صوتك تاني ونحس نفس الإحساس اللي كنا نحسه زمان في الأسرة
التي لا تقهر من أوائل الناس الجو كأساتذة في جامعة الجزيرة ومساعد تدريس في جامعة الجزيرة. ونحمد الله كثيرا أنه الروح الغرزتها جامعة الجزيرة في كل من انتمى لها يعني محرك وإنرجي دائما إن شاء الله. ومن هذا المنطلق يعني بقول لإخواننا في مجموعة الباحثين السودانيين نحن الليلة يعني تزيد الطاقة بتاعتنا زيادة شديدة جدا جدا، ونوعد بأنه كل هذه الأفكار الجميلة جات حتصب في مواعينا إن شاء الله فيما يختص بالريسيرش. نحن نتكون كرسي الرؤساء بشير حمد للبحوث، وعنوان ذاته التعليم الطبي والمحاسبية المجتمعية أو الاجتماعية. ففي بحوث أوريدي أجريت لكن ما نشرت بصورة يعني تسمح بأنها to be used عالميا، نحن نشر الحكاية دي. وفي بحوث أو تكملة بتاعت ماستر في الميديكال إدوكيشن اللي هو هسه كم سنة؟ من 2008 ايوه دي يعني تكون كم هاي من الماتيريال الدائره بس لذه بسيطه جدا جدا. بالاضافه لانه مواضيع البحث او البحوث موجوده جدا وكثيره جدا جدا زي ما قال اخونا محمد الحسن، سبحان الله ثلاثة محمد الحسن بذات الفعل حسن بذات الفعل حسن يا بروف قلت حتحصل لحظة رهيبة جدا بذات الفعل حسن محمد حسن أحمد ومحمد حسن طه ومحمد الحسن عبدالله أيوة فأنا تفاعل جدا بالتوضيح بالاسم محمد والحسن الحاصلة. فنعد بأنه إن شاء الله يعني زي ما قال أخو الأنور إنه دي مبادرة ومبادرة يعني ولدت بسنونة وعندها مقومات كبيرة للنجاح، ونحن نهتم بها جدا جدا إن شاء الله وربنا يوفق إن شاء الله. كل الشكر كل الاحترام كل الامتنان لكم وأمسية يعني علمية ممتعة، جزاكم الله كل الخير. سلوى أنا من جانبي عايز أطمن الناس المشاركين بالتعليقات بتاعتهم خاصة في مجال النشر. إحنا من خلال ذنب بنعمل في بحوث يمكن أتليست كل سنة بكون عندنا يعني في منشور بكون الجامعة لها دور فيه. من ضمن الدراسات المستمرة اللي graduate outcome study longitudinal study كل مرة بنطلع منها بحاجات، وغير كده برضو في qualitative studies تم نشرها. يعني أنا من جنبي لحد أسئلة يمكن في social accountability يمكن عندنا 5 or 6 published من 16 لحد، وده غير يعني في ناس يعني سواي وأظن السنوسي برضو شغالين. ده غير إنه المشكلة الثانية في الـ EDC في شغل اتعمل كثير لكن ما دوكيومنتد ولا توضح في الويب سايت. فيعني توصية لمستر جمال كمدير لمركز تطوير التعليم الطبي يكون في listing للpublished work من medical education master ليدل عدد كبير. يعني أنا عارف عدد كبير منهم نشروا ويمكن حاجات فيها social accountability وحاجات ما فيها social accountability لكن still يعني بتكون في input في medical education. مشكلتنا إن حاجاتنا دي ما موجودة في الويبسايت. هسي إدارة البحوث طالبت بزيادة، طالبت إنه الناس ترفع بس يعني الناس ما نشيطة إنها توصل المادة تترفع الوراثة الأبساب الناشرين عشان يكتبوا
اتليست اكتبوا قول لهم مثلا الفايف يس الاخيره نشرته شو من النشره. فانا ما داير اطلع من السوشيال اكونتابيلتي، لكن بالنسبه للسوشيال اكونتابيلتي الفرص متاحه وخاصه الكورسات بتاعتنا. وفي ضعف في الباك طبعا، يعني احنا في الجسر ان شاء الله تساعدنا من الباك عن الكوميونتي حكايه تطلع من الجسر بتاعنا ان شاء الله. هاي ده scientific committee قالوا لي ومزألة regional researches دي برضو افتكر فكرة، يعني طلعنا من المتحدثين أول المشاركين في التعليقات بتوصيات ممكن إحنا نتبعها ونبيها لمركز تطوير التعليم الطبي للمضيق الاسكندرية الجمعية للأمام. شكرا جزيلا، نشكر مبادرة المحسن السوداني. أنا أبارك فيك بروف سلوى بروف السنوسي. أنا في سؤال وفي دكتور محمد الحسن يعلق، وأنا أفتكر السؤال ده نحن ممكن نوجهه دايرك لمحمد الحسن. أحمد طلاب يسأل I want to ask her about how can students actively engage in the process of promoting social accountability of medical school. فكيف الطلاب ممكن يكون عندهم دور في الحاجة دي؟ ويا ريت برضو محمد الحسن لو علقت لنا على علي 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 في مصطلحات تناولت خلال الويبينار ما بين محاسبية ومسؤولية ومساءلة، ممكن الفرص شنو المتاحة للجامعات السودانية في المسؤولية الاجتماعية؟ أوكي، أول حاجة شكرا جزيلا. بالنسبة لدور الطلاب، دور الطلاب مهم جدا يعني في عمل في إبراز المحاسبية المجتمعية لكلية الطب. فأفتكر البرزنتيشن اللي قدمه الطالب من الكلية كان ظاهر تماما. المحاسبية المجتمعية فيها دور، فيها جزء اللي هو من المنهج أو من البرنامج، في جزء إكسترا كوريكولر، وده الإكسترا كوريكولر دائما هو المنظمه الطلاب بيعملوا بطريقة أكثر. الاتحاد العالمي لطلاب الطب عنده مبادرة جميلة جدا في Promotion of Social Accountability، بيعملوا تقييم للمحاسبية المجتمعية من رأي الطلاب، والحصل إنه حصل ضغوط رهيبة جدا من الطلاب لبعض الكليات في إنها تغير طريقتها towards more social accountability. فبالتالي الطلاب دورهم كبير جدا جدا في إنهم هم نفسهم ممكن يكونوا initiators، إنهم ممكن يكونوا promoters of social accountability. نحن برضو في الاسوسيشن ميديكال ادكيشن الامرو ريجن بالتعاون مع الاي دي سي في جامعه الجزيره وبالتعاون مع الاتحاد العالمي لطلاب الطب عملنا تدريب للطلاب في السوشيال اكونتابيليتي. الكورس اللي اتكلم عنه نوري قبيل الاونلاين عملنا منه تو فيرجنز، فيرجن للاساتذه وفيرجن للطلاب، واتنفذت منه جوله افتكر، والان كوميونيكيشن معانا في انه نعمل الجوله الثانيه. فبالتالي الطلاب دورهم كبير جدا جدا، فقط لو مشوا لانهم هم بيكونوا حاسين بالمجتمع وحاسين بدورهم ممكن يكون الى حد ما اكبر من الاساتذه، لانه الاساتذه بتقيد بالمسائل البوليتيكال بالمسائل المقيده للشغل والهيراركي الاداري والاشياء دي، لكن الطلاب ما عندهم القيود دي وممكن يشتغلوا عليها بصوره كبيره، ممكن يبدوا في في الاكسترا كوريكولر and then they can push الكلية لأنها تمشي للسوشيال اكونتابيلتي. وكل الفريم وركس حق السوشيال اكونتابيلتي فيها دور للطلاب، حتى ايسات فيه دور كبير جدا للطلاب. ده فيما يختص بالطلاب. فيما يختص بالمفاهيم السوشيال اكونتابيلتي هي رينج كبير. جبال ياسر ذكر انه ما في كلية طب تقريبا ما عندها علاقة مع المجتمع، وده كلام حقيقي، لكن لأي حد انت عندك علاقة مع المجتمع دي بتخش في أربعة كاتيجوري. الكاتيجوري الأول هو الكاتيجوري بتاع الكوميونتي بيزد والكوميونتي اورينتد ميديكال اديوكيشن، اللي هو انت المنهج بتاعك فقط
هو اللي عنده علاقة كبيرة بالمجتمع وهو الريسبوندينج للمجتمع. ممكن يكون الريسيرش هي بتخدم المجتمع لكن فيها جوانب ما مهتمة بالبرايورتيز اوف ريسيرش, وممكن يكون ما عندك كوميونيكيشن كبير مع الهيلث سيرفيس زي ما ذكر البروفيسور علي حبور قبل. بتدخل في الكونتينيوم بتاع السوشيال اكاونتابيليتي بحاجه بيسمى السوشيال ريسبونسابيليتي او المسؤوليه الاجتماعيه. المسؤوليه الاجتماعيه لما انت تكون والله انت اوير بانه في مشاكل بتاع المجتمع, ان يو ادريس ات سموير في المنهج بتاعك, بتخلي الريسيرش مبني على اهتمام الاساتذه او اهتمام الطلاب. ممكن وقد يكون ما عندك كوميونيكيشن قوي جدا مع الهيلث سيستم. المرحله اللي بعدها هي الاستجابه الاجتماعيه. في الاستجابه الاجتماعيه انت بيكون عندك استجابه مع حاجات المجتمع, لكن بعد ما يحصل مشاكل, يعني بعد ما يحصل مشكله انت تقوم يو ريسبوند, عندك اليه يو كان ريسبوند بها. المرحله الاخيره هي المحاسبيه المجتمعيه اللي انت يوتراينك تو انتسيبيت لحوجات المجتمع عشان تقدر تخطها عندك في المنهج وفي الاستراتيجيه بتاعت الريسيرش وفي الهيلث, العلاقه مع الهيلث سيستم. يعني انت بكون عندك دور في تغيير الوضع الصحي لانه يمشي للافضل, لانه الان احنا بندرب الطلاب السنه دي لكن هم عاده حيتخرجوا بعد 5 سنين, فنحن لازم نكون عارفين او وي ار انتسيبيتنج انه بعد 5 سنين شنو المشاكل الصحيه اللي ممكن تكون حاصله عشان ندرب على طلابنا من الان. اذروايز انه طلابنا لما يتخرجوا هيبقى في جاب بينهم ما بين ما يتخرجوا به وما بين ال حيلقوه. ذا سيم ان ذا ريسيرش, اذا كان نحن ما انتسيبيتنج شنو الحوجة المجتمع بعد 5 أو 10 سنين, يبقى ما حنقدر نعمل استراتيجيه بتاعت ريسيرش تقدر تخدم الناس على المدى الطويل. فدي الثلاثه ليفلز بتاعت السوشيال اكاونتابيليتي كونتينيوم اللي احنا بنحاول نشتغل عليها, ونحن ما بنقدر نقول والله الكليات هتبدا بالسوشيال اكاونتابيليتي مباشره, لكن لازم يكون كل كليه عندها خطه لانها كيف تنتقل من مرحله للمرحله اللي قبل البعده للبعده لحد ما نصل للسوشيال اكاونتابيليتي اللي احنا عاوزينها لمجتمعاتنا. بالنسبه للفرص الموجوده, انا اعتقد انه السودان عنده فرصه كبيره جدا جدا في انه يكون ليدر في مجال السوشيال اكاونتابيليتي. انا الان حاتكلم بطواقي ثانيه الطواقي الريجنال والطواقي الانترناشونال, لانه وجود كليه الطب على الجزيره وتاثير كليه الطب على الجزيره على باقي الكليات في مناهجها ده مهم جدا في السودان. في بعض في سنه 75 لما قامت الموفمنت تحت الكوميونتي بيز اديوكيشن وفي عدد من الكليات قامت في العالم, ما في كليه قدرت تاثر على بقيه الكليات في البلد تقريبا الا كليه الطب على الجزيره. يعني في كليات ثانيه قامت في نفس الوقت الجامعه على الجزيره لكن بقد جزر معزوله في بلدانها. فجامعه الجزيره عندها تاثير كبير جدا جدا على الكليات. الحاجه الثانيه العلاقات بتاعت كليه الطب على الجزيره مع الانترناشونال بوديز شغاله في السوشيال اكاونتابيليتي ده دور. بيبقى الان انه كيف كليه الطب على الجزيره تقدر تجر باقي الكليات اللي في السودان لانها تكون معاها. يعني انا افتكر الدور بتاع كليه الطب على الجزيره انه الان هي وصلت يفترض تجر الناس الباقيين معاها. نحن انا بتكلم الان ك تشير بيرسون للجروب اون سوشيال اكاونتابيليتي في امبرو ريجن. عندنا علاقات ممتازه جدا مع كليه الطب على الجزيره, لكن برضه ممكن نفس العلاقات تتبني مع كليات ثانيه تحت الالاينس اللي هو قايده جامعه الجزيره, لانه نحن برضه جزء فيه. At the same time ك chair person or co-chair في الجروب بتاع السوشيال اكونتابيليتي في النتورك فور سيوتيبل هيلث,
برضو نحن عندنا بروجرامز الان شغاله في تريننج والسوشيال اكاونتابيلتي وفي البروموشن اوف ريسيرش اوف سوشيال اكاونتابيلتي، وكلها ممكن نعملها في السودان عبر لطبيعة الجزيرة عبر ال الاي دي سي. وده ما مش لانه الكليات الثانيه ما مؤهله، لا انا افتكر انه برضه في كليات ثانيه في السودان مؤهله، لكن لانه لطبيعة الجزيرة عندها الرياده في انها تقدر تدي الناس الاكزامبل انه هاو تو ديل مع المؤسسات العالميه. دكتور سلوى ذكرت ذا نت، وبرضه ذا نت عندها اوبورتيونيتيز الناس ممكن تشوفها. فيبقى اذا نحن قررنا نكون سوشيال اكاونتبل في السودان ايذر بالبوش بتاع الاكريديتيشن او بالبوش بتاع اننا عاوزين نخدم، ذير ار ميني اوبورتيونيتيز الان موجوده اللي هي نحن ممكن نعملها. وفورشنيتلي انه في معظم الاماكن اللي هي شغاله بالسوشيال اكاونتبيلتي يو ويل فايند سم ون يا اما من السودان او يو ويل فايند سم ون هو نوز السودان اند هي ادمير وات از going في السودان وممكن يساعد فيه. فيبقى الدور الان من الويبينار ده يا جماعه انه هاو كان وي موف فورورد السودان كله. إن عندنا 82 كليه طب، وده غير الكليات بتاعت العلوم الصحيه الثانيه، انه كيف نحن نقدر نجبدهم معانا، وكيف جامعه الجزيره ممكن تنقل التجربه بتاعتها، وكيف ممكن نعمل الريسيرش يا جماعه. انا اتفق مع كل الناس اللي على الريسيرش، لانه if you do not document it you do not do it full stop. والدوكيومنتيشن الان في 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 مجالنا في الطب والعلوم الصحيه لا يتاتى الا بالببليكيشن. كلام الزمان بتاع الريبورتس بقى اوبسليت، حتى الريبورتس لازم يكون فيها اوديتنج ولازم يكون فيها some sort of data collection و لا. فأنا سوري ان انا طولت على الناس والزمن طال شديد جدا يا محمد، لكن اعتقد انه let us think about a program ونجي نشوف والله شو الاوبورتيونيتيز كثيره جدا جدا في السوشيال اكاونتابيلتي، ونشوف كيف ممكن نقدمها للسودان ولطبيعة الجزيره. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا محمد على التوضيحات وعلى الانفورماتيف كومنتس، يعني جزيت وافيت وكفيت. اخر مداخله اخر تعليق دكتور وائل، ودكتور انور يختم لنا ان شاء الله. شكرا جزيلا محمد. يمكن الوقت مشى، لكن طبعا كانت النقاش صراحه كان ممتع جدا، واستفدنا جدا من المداخلات. وزي ما قالت بروف سلوى كل الحياة دي احنا بنحط يعني بنحطها كتوصيات وبنسعى انه ننفذها ان شاء الله. يمكن زي ما تابعنا، انا ما داير اكرر الكلام او اعيده، لكن اذا زي ما تابعنا في الويبينار قدمت الجزئيه اللي قدمتها الدكتوره فدوى من مركز التعليم الطبي ذا واي فورورد، يمكن بيجاوب على كل التساؤلات اللي سالوها الاخوان ديل. زي ما قال محمد الحسن، نحتاج بس نفعل الحياه الموجوده. يعني الحمد لله عندنا استراتيجيه واضحه في ميال المسؤوليه الاجتماعيه، ساعدين ان يكون عندنا بصمه ويعني زي ما نقولوا هويه واضحه في المسؤوليه الاجتماعيه على المستوى الريجيونال والعالمي. يمكن من اهم الاشياء اللي الناس تكلم عنها الريسيرش والدوكيومنتيشن ده شغالين فيها عبر الكورس البشير محمد ومجموعات ثانيه بحثيه، ودي برضو ان شاء الله هتلقى دوره. الشراكه بتاعت المجتمع والقطاعات ذات الصله، ودي هتكون كلها عبر الاي دي سي وعبر المجلس بتاع المسؤوليه الاجتماعيه. الدور بتاع الكليه طبعا من ناحيه ريجيونال وانترناشونال واضح جدا، بالذات مع وجود الكليه في السكرتاريه بتاعت النتورك، لانه برضو عندها تاسك وعندها بلانز اجريد ابون بلانز لازم تطبقها، منها الانفولفمنت بتاع الاذر سكولز في السوشيال اكاونتبيلتي في النتورك، وعندها دور برضو في التدريب بتاع الفكر ديفلوبمنت والليدرشيب، برضو تريننج في ميال المسؤوليه الاجتماعيه، سواء كان امثله لها الكورسات بتاعت المسؤوليه الاجتماعيه الاونلاين دي اللي عملناها، او حتى زي ما عارف الاخ محمد حسن عندنا برضه حتى الفيلوشيب، ومنها في واحده من الفيلوشيبس عن المسؤوليه الاجتماعيه. فدي كل حاجات ممكن الناس تفعلها وتادي دورها. افتكر الكليه برضه من الحاجات اللي بتميزها جدا زي ما قال الاخ محمد حسن عبدالله، انه هي اصلا ما كانت منغلقه على نفسها، الكليه كان عندها دور واضح، عندها امباكت على التعليم الطبي في كل السودان وفي الريجون. وبنفس هذا السعي، وان الكليه هي برو اكتيف وكده، برضو
جاءت المبادره بتاعت انه نعمل التحالف القومي للمسؤوليه الاجتماعيه. فابتكر دي واحده من 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 اهم النقاط زي ما ذكروا الاخوه، انه كلنا لازم نمشي مع بعض الكليه، كلنا نستصحب بعض ثرو الالاينس، لانه ده هيحقق طفره ونقله نوعيه في 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 المسؤوليه الاجتماعيه ناشونالي وفي الريجن برضه ان شاء الله. فيعني الطريق واضح قدامنا، واستفدنا جدا جدا من النقاش الثري اللي تم الليله، وان شاء الله نوعدكم ممكن في لقاءات ثانيه انه برضه يكون في بروجريس، ودي الحاجه اللي حنعكف عليها ودي هي الحاجه اللي بنصبوا لها بلا شك يعني. فشكرا مره اخرى محمد ومحمد ومحمد برضه والاخ انور والباحثين السودانيين، حقيقه استفدنا جدا واللقاء كان ممتع جدا نفتكر، وان شاء الله للامام ومزيد من التقدم ان شاء الله لنا ولكل الكليات والتعليم الطبي في السودان وفي المنطقه ان شاء الله. انور. شكرا جزيلا دكتور وائل، صراحه يعني سيمينار كان اروع ما يكون، يعني بروفيسور احمد السنوسي، بروفيسور سلوى، دكتور محمد الحسن وكل الشباب الصغار، انا مبسوط جدا من انه عندكم تواصل بتاع اجيال. يعني لما يكون في طالب في سنه اولى طب وفي بروفيسور من خريجي الدفعه الثانيه ورئيس رابطة الخريجين موجودين في ويبينار واحد، فده بيوري انه والله يا اخي في حاجه كويسه حاصله. فكلية الطب جامعة الجزيرة صراحة الليلة كان أروع من أروع اللقاءات بتاعتنا في الباحثين السودانيين، وأكثر لقاء تقريبا كان فيه ناس من مجال واحد مساهمين بشغف وحب شديد للكلية بتاعتهم. فختامه ومسك، قبل يومين استقبل زميلنا وصديقنا وزول اللي كان المضيف هنا في السيمينار دكتور محمد حسن محمد طه، استقبل إيميل لدعوة إنه يكون في البورد بتاع الـ International Association for Medical Education للجائزة، الجائزة اللي اسمها Aspire to Excellence Board. ده كان تقدير لجهوده في إنه أسس يعني في ساهم في تأسيس هذه الجائزة. فناس عندكم إنتوا ناس خريجين بالكاليبر ده، أعتقد إنه عندكم دور أكبر في قطاع الصحة وقطاع الطب، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في السودان. فإحنا نشكركم جزيلا، إحنا فخورين بكم جدا وليكم كامل المحبة والتقدير، مستعدين في مجموعة الباحثين السودانيين نقدم أي دعومات تقنية خصوصا فيما يختص الحاجات اللي لها علاقة بالإنترنت والسوشيال ميديا وكذا، لأنه الواضح إنه في أوفر برودكشن لكن في يعني قلة في الماركتينج، ما واضح يعني في شغل جودة عالية لكن الفينيشينج بتاعه الماركتينج بتاعه ضعيف، ودي من مهامنا نحن في مهمة في مجموعة الباحثين السودانيين إنه يساهم فيها. نشكر كل الحضور، الناس اللي أثروا النقاش، البروفيسورات والأساتذة والأستاذات في مجموعة الباحثين السودانيين في الفيسبوك وكذلك في الزوم من خريجي ومنتسبي المهنة أو الكلية، وإن شاء الله نتلاقى في لقاءات قادمة. إحنا مستعدين دائما للدعم من أجل يعني مستقبل أفضل للأجيال الجاية في السودان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. شكرا جزيلا. سلام عليكم.